بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان. النهاردة عندنا حلقة مهمة جدا لحضراتكم، نطمن فيها على النادي الأهلي ونطمن فيها على منتخبنا الوطني، وكمان عندنا كالعادة بعض القضايا اللي بنناقشها مع حضراتكم. ومعنا فقرتين، الفقرة الأولى معنا الكابتن ياسر ريان والكابتن جمال مساعد، والفقرة الثانية بنحتفل بنجم كرة الطائرة الكابتن محمد عادل وكابتن مايا ممدوح، ومبارك لهم على الهوا. وفقرتنا قصة حب أهلوية اللي بنرجعها من تاني، خصوصا اللي احنا عارفين في ألعاب جماعية بيرتبطوا ببعض وموجودين، ونعرف قصة الحب الأهلوية ابتدت ازاي. خلوني في البداية أطمنكم على فريق كرة القدم. في النادي الأهلي بيستعد بشكل كويس جدا لبداية الدوري وانطلاقة الدوري، ودايما لما نتكلم على النادي الأهلي بنتكلم على ضربة البداية. ضربة البداية بتبقى إشارة للجميع، وده اللي بيشتغل عليه الكابتن حسام البدري مع مجموعة اللاعبين الموجودين، وكمان هتنضم المجموعة الاثنين لاعبين اللي استبعدوا من المنتخب، أحمد الشيخ وأيمن أشرف. وفي لعيبة موجودة مع المنتخب، لكن احنا النهاردة ما هنتكلم على مباراة بكرة. النادي الأهلي عنده كمان مباراة ودية إن شاء الله مع نادي النصر الساعة 5، كل ده في إطار الاستعدادات. خلونا نروح لزميلي أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي، نطمن أكتر على فريق كرة القدم والجهاز الفني بيقول ايه للاعبين والمعسكر اللي موجود فيه الان اللاعبين. امير برحب بيك. تحياتي لك يا كابتن شادي، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الاهلي في كل مكان. امير طمنا على فريق كرة القدم، نوعية التدريبات اللي موجودة، الاستعدادات لمباراة كمان بكرة الودية ان شاء الله. طبعا الفريق بيستعد في الفترة دي يا كابتن شادي لبداية الموسم الجديد، بالتالي هي استعدادات مهمة جدا. اكيد النادي الاهلي مركز دايما، البدايات دايما بتبقى مهمه والانطلاقات دايما بتبقى مهمه، وبتدي دفعه كبيره جدا للفريق لمواصله مشواره في مختلف البطولات، بتحديد بطوله الدوري وايضا بطوله دوري ابطال افريقيا. بالتالي الاستعداد قوي جدا من الجهاز الفني بقياده كابتن حسام البدري وايضا اللاعبين الموجودين في الفتره الحاليه، طبعا لاعبي النادي الاهلي. النهارده يمكن النادي الاهلي بيواصل استعداداته في المعسكر المغلق اللي مقام حاليا في مدينه 6 اكتوبر وبالتحديد على ملاعب مشروع الهدف. بالتالي النهارده النادي الاهلي كان عنده مران مهم من الناحيه البدنيه، يمكن ما كانش مران قوي قوي، خصوصا ان الفريق خلال الثلاث اربع ايام اللي فاتوا كان تدريبات قويه جدا من الناحيه البدنيه بعد عودتهم من اجازه استمرت حوالي 6 أو 7 أيام للاعبي النادي الاهلي بعد موسم شاق وطويل قدر النادي الاهلي يحقق من خلاله الثنائيه، وايضا قدر ان هو يتاهل لدور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا. النهارده المران ابتدى في تمام الساعه 5 مساء، كان في بعض الجوانب البدنيه الخفيفه، بعض تدريبات الكوره ايضا، ومع نهايه المران كان في طبعا تقسيمه كده تحت اشراف كابتن حسام البدري. جميع اللاعبين المتاحين الكابتن حسام بدري يمكن النهارده تالقوا خلال التقسيم بشكل جيد جدا، وظهروا من الناحيه البدنيه بشكل ايضا اكثر من رائع. بالنسبه لحاله المصابين بالتحديد اسلام محارب، مؤمن، زكريا جونيور، اجايب، كلهم بيشاركوا النهارده في المران بشكل جيد جدا، شاركوا في تقسيمه ايضا بشكل قوي جدا، بالتحديد اسلام محارب. يمكن اسلام كان في كلام كتير الفتره اللي فاتت ان هو عنده بعض الالام في الحوض، لا هو خلاص قدر يتخلص من هذه الالام واصبح جاهز بشكل كبير جدا ان هو يشارك في المباريات بشكل طبيعي. بكره ان شاء الله هيكون في مباراه الوديه الاولى للجهاز الفني واللاعبين ان شاء الله امام فريق النصر، بيستعد من خلالها او بيواصل من خلالها فريق استعداده لمباراه طلائع الجيش في بدايه بطوله الدوري، وايضا دي المباراه الاكثر اهميه طبعا، مباراه الترجي التونسي في دور الثمانيه من دوري ابطال افريقيا، واللي هتكون يوم 16 من شهر 9، وطبعا دي مباراه الذهاب اللي هتكون في مدينه الاسكندريه بتحديد ملعب برج العرب. بشكل عام الامور ماشيه بشكل جيد جدا يا كابتن شادي بالنسبه للجهاز الفني واللاعبين. النهارده مع نهايه المران كده كان في بعض التدريبات الاضافيه لجونيور اجايي ووليد سليمان، واضح ان هم محتاجين بعض الجرعات التدريبيه زياده، خصوصا جونيور اجايي ان هو كان عنده اجازه يمكن في نيجيريا ومسافات بعيده، فبالتالي كان محتاج بعض التأهيل البدني المضاف بالنسبة له. النهاردة كان عندهم بعض التدريبات الإضافية بعد نهاية المران. بشكل عام أيضا خليني أقول لك بيبقى في حالة تفاؤل كده للجهاز الفني واللاعبين يا كابتن شادي ببداية المعسكر من خلال مدينة 6 أكتوبر تحديد السنة اللي فاتت، يمكن الفريق برضه كان عنده معسكر قبل بداية الموسم في نفس المكان، وقدر من خلال المعسكر ده الفريق ان هو يسير في بطولة الدوري بطولة كأس مصر بشكل جيد جدا، وحتى الآن أيضا في بطولة أفريقيا بشكل
جيد جدا، تركيز كله ان شاء الله خلال الفتره الجايه على مباراه طلائع الجيش وايضا مباراه الترجي. مباراه طلائع الجيش هيشارك فيها يمكن بعض اللاعبين الجداد اللي ممكن يكونوا انضموا للنادي الاهلي حديثا، سواء اسلام محارب، هشام محمد، وليد ازارو حسب مشاركته مع منتخب المغرب. لو مش مجهد ممكن يشارك في ماتش طلائع الجيش، لكن الشيء الاهم هو للجهاز الفني هو مباراه اكيد الترجي، اكيد مباراه مهمه جدا، والنادي الاهلي يمكن ينقصه بس بطوله دوري ابطال افريقيا عشان ان شاء الله يقدر يحقق ثلاثيه تاريخيه للنادي الاهلي السنه دي بعد تحقيق ان شاء الله بطوله الكاس. امير، مفيش حد مصاب؟ طمنا اللاعبين، في اي اصابات؟ لا مفيش اي اصابات، كل اللاعبين جاهزين بشكل كويس جدا. يمكن هو الفتره دي اللي بيتمرن في الفريق كابتن شادي حوالي 22 لاعب بالظبط بالتحديد، خصوصا ان في بعض اللاعبين في منتخب مصر وايضا بعض اللاعبين سواء وليد ازارو في منتخب المغرب وعلي معلول في منتخب تونس عندهم مباريات اكيد مهمه جدا في تصفيات كاس العالم، نفس الحال بالنسبه للاعبين منتخب مصر. خليني اقول لك ان ايمن اشرف واحمد الشيخ بعد استبعادهم من معسكر منتخب مصر هينضموا للفريق ان شاء الله بدايه من يوم الخميس، هم النهارده خدوا اجازه وبكره هيبقى اجازه مش هيشاركوا في مباراه النصر، هينضموا يوم الخميس. يوم الجمعه هيكون اجازه اللي هو اول ايام العيد طبعا كل سنه وكل جماهير النادي الاهلي كل طيب يا امين طيبين، واكيد هيعودوا للتدريبات يوم السبت ان شاء الله ثاني ايام العيد عشان يواصل الفريق ان شاء الله استعداده بشكل جيد جدا للمرحله المهمه جدا المقبله. مين من قطاع الناشئين مع الفريق يا امير؟ موجود احمد رمضان بيكهام واحمد ياسر ريان متواجد، احمد حمدي موجود ايضا، احمد حمدي يمكن هو عنده عرض من اندونيسيا الايطالي لحد دلوقتي يمكن في موافقه فنيه من كابتن حسام البدري لكن الناحيه الماديه لسه ما اتحسمتش ما بين اداره النادي الاهلي وفريق اندونيسيا الايطالي، اكيد هي فرصه كويسه لاحمد حمدي لكن الموضوع لحد دلوقتي لسه ما انتهاش بشكل رسمي. احمد رمضان بيكهام احد العناصر المهمه جدا ايضا في نص الملعب متواجد في التدريبات، احمد ياسر ريان احد العناصر المبشره جدا في خط هجوم النادي الاهلي لعيب جيد جدا، دول من ضمن اللاعبين الناشئين او من قطاع الناشئين المتواجدين بالاضافه لاكرم توفيق. اكرم توفيق ايضا يعتبر سنه صغير لكن لعيب ايضا مهم بشكل كبير بالنسبه للنادي الاهلي وعلى فكره بيأدوا بشكل جيد جدا وممكن الجهاز الفني يحتاجهم في اي وقت من الاوقات طبعا خلال مباريات الموسم ان شاء الله. امير، حابب تضيف اي حاجه ثانيه؟ لا اكيد نتمنى للنادي الاهلي كل التوفيق في المرحله المهمه المقبله سواء بدايه بطوله الدوري تبقى انطلاقه قويه ان شاء الله وان شاء الله نقدر نفوز على فريق الترجي بنتيجه مريحه في مباراه القاهره ان شاء الله. زميلي امير هشام مراسل قناه النادي الاهلي، بشكرك يا امير على المجهود اللي انت بتبذله، شكرا جزيلا. كمان عايز اتكلم بس قبل ما اروح للمنتخب، عايز اتكلم في التوقيت ده نشرح لحضراتكم اكتر فنيا وكوره، بيبقى في معدلات التدريبات اللياقه البدنيه خصوصا بتبقى عاليه عشان كمان مهم جدا ان انت تعلم اللياقه البدنيه، وبتعمل مباريات متدرجه زي ما الكابتن حسام ماشي كده بتقابل فريق النصر كده المستويات ممكن تلاقوها اعلى، وده طبيعي جدا جدا عشان انتوا عارفين الطبيعي لاي فريق بياخد اجازه، الطبيعي لاي فريق بيريح بعد بطولات، لكن الكلام ده مش موجود ومش عايزين نتكلم في مشاكل تاني، لكن الاهم للنادي الاهلي ضربه البدايه في الدوري اللي هو هيقابل فريق الجيش، وان شاء الله بعدها مباراه الترجي اللي كل الاهلاويه منتظرينها ان شاء الله، والنادي الاهلي يقدر يحقق لنا نتيجه طيبه ان شاء الله عشان الحلم الافريقي اللي كلنا منتظرينه. كمان معانا الدكتور كرم كردي، طمنا عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم ورئيس بعثه المنتخب في اوغندا، يطمنا على الفريق، الاجواء هناك ايه، استعدادات مستر كوبر للمباراه. كابتن كرم برحب بحضرتك. اهلا بيك كابتن شادي، ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه، وحشني كتير وطمنا على الفريق يا كابتن كرم. لا احنا لسه واصلين المطار يا دوبك، طلعنا منه الرحله خدت حوالي 4 ساعات ونص، نزلنا في من الطياره كان معالي السفيره والقنصل العام والسفاره كلها منتظرنا، وكان في ناس كان في اعتقد مطلوب من الجيش او الشرطه الاوروبيه، أنينا الإجراءات في ثواني وخدنا حاجتنا على طول وطلعنا ركبنا العربيات واللعيبة بتاعهم، وإحنا في طريقنا دلوقتي من عنتيبة لكمبالة، وأعتقد الطريق هو رقم 40 كيلو، لكن اللي عرفت إنه بياخد أكتر من ساعة. يعني أنا كنت جيت هنا قبل كده والطريق بيبقى زحمة شوية، ربنا يسهل ونوصل بقى اللعيبة ترتاح، وبكره يكون في بقى تمرين الرئيسي في وقت المباراه يعني الساعه 3 القاهره،
بكره الماتش ودعواتكم لينا كلكم. اكيد طبعا ان شاء الله ان شاء الله حلمنا كلنا حلم المصريين الصعود لكاس العالم، بقالنا سنين طويله ما رحناش. ان شاء الله المنتخب والمدير الفني قادر اللي يحقق لنا حلمنا. بس عايز اطمن حضرتك على حاجه، انا هكلمك باحساس لاعب كره القدم، اول ما بتنزل من المطار بتعرف الاجواء، اول ما بتطلع في الشارع على طول بتبقى خلاص الرطوبه، الدنيا هناك الجو عامل ايه؟ لا والله لا كويس، رغم ان هو البودكاست كان الايام اللي فاتت كلها كان فيها امطار، هو كانت الرطوبه المفروض ان هي حوالي 80%، لكن احنا طلعنا لقينا الجو كويس، درجه الحراره اعتقد 24 او 25، لا ال 24 درجه الحراره قدامي في العربيه اهي، لا يعني لغايه دلوقتي انا شايف الامور كلها الحمد لله وباذن الله يعني اللعيبه تاخد قصه بالراحه كويس، لان يعني احنا جينا اتحركنا من الفندق الساعه 1 دلوقتي 10 ولو بالمجد بينا بتبقى الساعه 12، يعني الرحله استمرت مثلا حوالي 10 ساعات ولا حاجه او ربنا يسهله ان شاء الله ويقويهم، واحنا معاهم المهندس اللي موجود معانا في البعثه والمهندس احمد جاي معانا كمان الشتاوي سكرتير التنفيذي بتاع اللجنه الاولمبيه جاي برضه يعزف الفريق وده شيء جيد، ربنا يسهل واللعيبه انا شايف كلهم صغار وكلهم تفاؤل وباذن الله ان احنا نحصل على الثلاث. ما هو ده يا دكتور اللي انا كنت اسال حضرتك عليه، كنت اسال حضرتك في الطياره بيبقى باين الروح المعنويه للجهاز الفني واللاعبين مرتفعه جدا. هو طبعا كوبا كالعاده كده مرتين او ثلاثه كالعاده بيفضل قاعد وحاطط كويس وماسك اللابتوب بتاعه وعمال يراجع المباريات ويراجع تحقق اللعيبه واسكن شويه بيتفرج عليه كالعاده، هو الراجل بيبقى مركز تركيز غير عادي في السفريات واعتقد حتى في حياته مش في حياته الكوره، فيا رب كل ده يسمع النتيجه ترضينا وتسعد الجماهير المصريه كلها. دكتور يعني بنقل تحياتي لحضرتك وان شاء الله مبارك لك بعد المباراه، عندنا عندك ثقه كامله ان شاء الله. يا رب يا رب مباراه مهمه جدا لمنتخبنا. انا بشكرك ورايح بقى يا دكتور عشان ان شاء الله بكره تطمنا اكتر واكتر ان شاء الله باذن الله باذن الله. دكتور كرم، دكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم، ما رضيناش نطول عليه، الراجل السفريه طويله وكمان الطياره اتاخرت اكتر من ساعه وشويه واجواء صعبه جدا السفر. عايز اقول لكم على حاجه، اللي حتى هو بيقول الجو كويس لكن الاجواء في افريقيا بتبقى صعبه عشان توصل الفندق، ممكن دكتور كرم زي ما قال 40 كيلو الصعوبات في الشوارع هناك عشان توصل للفندق بتاعك بيبقى فيه صعوبات بجد، لكن مفيش اعذار ومفيش مين اللي يلعب ومين اللي بره ومين اللي خرج من المعسكر، زي ما البعض بشوف الفتنه برضو شغاله، مفيش اهلي وزمالك في علم مصر، احنا النهارده كلنا منتخب مصر لما يوصل لكاس العالم كل مصر بتفرح كلها والكل هيبقى سعداء، مفيش بقى احمر واصفر وابيض والكلام ده كله يبقى موجود. كمان ايمن اشرف استبعد النهارده، قال ايه؟ قال لك الوصول للمونديال اهم من اي لاعب، ده كلام محترم والراجل مش موجود، وهي دي الروح اللي احنا بنتكلم عنها دايما. فمن هنا يلعب يلعب، المهم منتخبنا يحقق الهدف والوصول لكاس العالم، لان ده حلم المصريين، نفسنا نلعب كاس عالم. المفروض حققنا 3 كاس امم ورا بعض وكان لينا باع كبير جدا في البطولات، كان لازم وطبيعي ان احنا نوصل لكاس عالم، ولكن دلوقتي عندنا فرصه مهمه من قبل المباراه، مش عايزين نقول اجواء، مش عايزين نقول ارضيه ملعب، مش عايزين نخلق اعذار، تحمل المسؤوليه. ودايما انا براهن لما المدير الفني يعني يتكلم مع لعيبته او يبقى بيلعب على العامل النفسي، اللي انت لازم تفرح الجماهير، لان جماهير كره القدم تستحق في الظروف الصعبه اللي هي تفرح، ودايما براهن على كره القدم، لان كره القدم في ال10 سنين وال15 سنه الاخيره هي
الفرحه هي البسمه، وده حضراتكم كلكم عارفين كده. فكلنا ورا منتخبنا الوطني، كلنا ورا مستر كوبر، كلنا ان شاء الله محتاجين انتصار مهم في مباراه اوغندا. خليني اقول لحضراتكم القايمه اللي موجوده لحراسه المرمى: عصام الحضري واحمد الشناوي وشريف اكرامي، خط الدفاع احمد فتحي، احمد المحمدي، عمر جابر، رامي ربيعه، احمد حجازي، سعد سمير، محمود عزت استبعد النهارده برده، محمد عبد الشافي، كريم حافظ، ومحمد فتحي. خط الوسط: حسام عاشور، محمد النني، طارق حامد، سام مرسي، صالح جمعه، محمد صلاح، محمود تريزيجيه، رمضان صبحي، محمود كهربا، وعبد الله السعيد. خط الهجوم: احمد حسن كوكا، وعمر جمال، وحسام حسن. المستبعدين: محمد عواد، وايمن اشرف، ومصطفى فتحي الاصابه، واحمد الشيخ. دي قائمتنا، يا رب ان شاء الله منتخبنا يسعدنا ويفرحنا ويرجع لنا بنتيجه طيبه، خصوصا ان احنا فاضل على الحلو زقه زي ما رجل الشارع البسيط بيتكلم. فدي مباراه محتاجين فيها لو انتصار، لو فزنا الماتش ده بانتصار، انا بقول لحضراتكم مبروك وصلنا كاس العالم، لان المنتخب منتخب مصر يستحق اللي هو يبقى موجود وسط كل الفرق الكبيره في العالم من مكانتنا وادائنا وحتى البطوله الافريقيه. البعض اتكلم دايما، لما تلاقي الجماهير بتتكلم ودايما الناس بتتكلم، ليه بندور على السلبيات فقط؟ الاداء ما بيعجبش البعض واحيانا ما بيعجبناش، ولكن في ظل الظروف الصعبه اللي مرت بيها وما عندكش جماهير بتحضر ودوري شويه هيقف وشويه يرجع وجيل جديد من لعيبه خرج جيل، واللي انت النهارده توصل المباراه النهائيه في افريقيا، دي حاجه كويسه مش وحشه وتبني عليها. بنزعل شويتين احيانا لما بنلعب بخطه دفاعيه مبالغ فيها وبنتكلم في ده، لكن كلنا مصر النهارده، ولا اهلي ولا زمالك ولا اسماعيلي ولا اتحاد ولا اي حاجه غير علم مصر. ده كان مهم جدا نقوله لحضراتكم في البدايه. في كل حلقه الفريق العمل بيقول لي اللي بكره المباراه مذاعه على قناه النادي الاهلي، الاهلي والنصر الساعه 5 ان شاء الله حصريا على قناه النادي الاهلي، عشان تطمنوا على فرقتكم والشغل الموجود والمجهود المبذول. في كل حلقه من حلقاتنا بنتكلم في بعض المواضيع، ودورنا اللي احنا بنقول لحضراتكم وتابع معانا كل مره هنقول لكم كده، مش هنزهق اللي احنا نقول للجماهير كده، بنكشف لكم حاجات وحضراتكم تتابعوا وتشوفوا احنا عندنا حق وبنخاف على النادي الاهلي ولا لا. كمان البعض اللي بيشخصا، مش هنجري ورا مين قال ومين عاد ومين عمل ومين سوى، لان احنا اكبر من كده بكتير. الاهلي اللي الناس بتجري وراه، واحنا هنا بنمثل الكيان الكبير النادي الاهلي، ملتزمين اكيد باخلاقياتنا، لكن مستمرين في عملنا لكشف الوضع السيء اللي احنا بنشوفه. كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت وقلنا لكم البدايه كان فيها ايه والنهايه كان فيها ايه. اتفاجئنا بحاجات غريبة جدا جدا. أهم حاجة عندنا قول يمين قول شمال، ورانا قاعدة كبيرة بتحترمنا، لكن في الوقت الصعب اللي احنا شفنا فيه وعرضنا لحضراتكم الحقائق بما يرضي الله، اخترنا الحق واخترنا ندافع عن الأهل. هنتهاجم عشان كلمة الحق في الزمن الصعب ده؟ طبعا هنتهاجم. عارفين اللي احنا هتقوم قومة؟ طبعا عارفين، وحافظين وعارفين الاجواء كلها هيبقى بعدها ايه، ومذاكرين وحافظين كل واحد بيفكر ازاي. بس اللي يرجع من كلمه الحق ده يبقى شخص جبان. فاحنا بعد الحلقه اللي فاتت ناس بتكلم كتير وناس تعمل شغل غريب، مش مشكله هنتجاوز ده، لكن خليني اقول لحضراتكم على حاجه، مكملين في طريقنا لان هو ده كلمه الحق. ف اللي أنا عايز أقوله نقطة مهمة جدا جدا جدا، لما بتقول الحق بتلاقي بلعات خرج منها كازورات، وأهل الباطل عايزين يطلعوا سفاء. فأول بعد الحلقة على طول شفنا البلعات واتفتحت كأنك في مستنقع، فظهر لحضراتكم كل واحد. احنا اتكلمنا على الأهلي ولا شخصنا ولا دخلنا نفسنا في جملة مفيدة، احنا بنتكلم لو سمحتوا يا جماعه الصوت جوه لو سمحتوا. فبتكلم على نقطه مهمه جدا، لما اتكلمنا في امور وكشفنا لحضراتكم كل حاجه، فاللي ظهر لنا بلعات ومستنقع اتفتح بطريقه غير طبيعيه. ده احنا بنقول لك ناديك
بنقول لك بندافع عن ناديك، ولا بنعمل حاجه لنفسنا ولا لشخصنا ولا لاي حد، بنكشف لحضرتك الكلام اللي كان بيتقال ايه واللي ما بيتقالش ايه. فلقيته المستنقع لما اتفتح على العموم، هنقول في المستنقع ده كلمه، تاريخنا ما فيهوش حاجه غير اخلاقيه، تجيبه بقى ولا تقربه الصاله وتقطع من هنا وتعمل من هنا ولا بنتهز ثانيه، لان تعاملنا مع ناس اكبر منكم بكتير ومحدش عارف ياخد ولا حق ولا باطل، لان في تاريخنا مره تانيه مفيش اي حاجه تمس الشرف والاخلاقيات، وده الاهم وده الاهم، واكيد انتوا فاهميني، وده الحمد لله رب العالمين هبه من الله. فكان مهم جدا ابتدي مع حضراتكم عشان انا مستمر في الخط ده. بعد ما اتكلمنا خلال الاسبوع وشفنا امور كتير جدا، اللي عمال بقى يجري على برامج عشان ياكد اللي كلامه صح ويدافع بطريقه ويدافع عن نفسه بطريقه غير مباشر، لكن اوعدكم حتى لو احنا مش موجودين على قناه النادي الاهلي، الاهلي للاهلاويه، مش هنسمح باي حد غير ولاد الاهلي هم اللي يبقوا موجودين. تروحوا بقى برامج، تلفوا، تيجوا شمال، تيجوا يمين، تقولوا اللي تقولوه، تقللوا مننا، تمحوا تاريخنا، تتكلموا في امور صعبه. احنا الاهلي، الاهلي عنده سمو واحترام واخلاقيات غير طبيعيه. يجي يقول لك البرنامج فيه الفاظ، يجي يقول لك البرنامج بيهاجم الرموز. طب انا هقول حاجه، اللي هيطلع فيديو واحد اتقال فيه لفظ غير مقبول يدخل بيتنا، احنا مستعدين نتحاسب. لكن عاملين زي مثلا جمهور النادي الاهلي يبقى بيهتف وبيقول اغانيه على سبيل المثال، فيجي يقول لك الحق بيشتم الشرطه، الحق بيشتم المؤسسه العسكريه، وده كده يا جماعه، ما احنا شايفين وشايفين الفيديوهات وشايفين. فانتوا المنهج بتاعكم ده مش هيمشي معانا، لان تاريخنا ما فيهوش حاجه تمس الاخلاق وتمس السمعه، فنخاف من ايه؟ تقطعوا فيديوهات كذاب، والله لحتى الان ولا تهز سنتي، بس انا بحب اصارحكم واتكلم معاكم. لكن الناس بقت شويه، واحد يجري بالقلم بتاعه والتاني يجري على القناه، عشان كشفنا لحضراتكم كل حاجه. بقول لكم حمله ممنهجه بكلام ممنهج، ببرنامج ممنهج، كل يوم كل يوم كل يوم، والاهلي بينتصر او الجمعيه العموميه تنتصر في ظل المواقع وظل بعض الصحف وبرامج ممنهجه، والنادي الاهلي الجمعيه العموميه الواعيه راحت تحط دستورها، وراحوا 15,000. انتوا متخيلين النادي الاهلي كان بيناقش مليار جنيه، عارفين راح كام واحد؟ يا جمهور النادي الاهلي يا عظيم، راح 800. الجمعيه اللي قبلها راح مش عارف 3,000. النهارده جمعيه في ظل الضغوط دي، يعني المفروض ما يروحش حد، والكل كان بيراهن على 1000 2000، عارفين راح كام؟ 14,975. والاغلبيه، بحترم اللي قال لا وبحترم اللي ابطل صوته بس راح، وبحيي اللي وقف جنب ناديه، الكل بنحييه. فمن هنا طبعا دي حاجه توجع الناس كلها، وطبعا دي حاجة تسبب ألم كبير جدا جدا جدا، وتخليك متوتر وتخليك متشنج وتخليك عمال تجري في كل الاتجاهات، وتخليك تطلع في البرامج تلحق نفسك وتدافع عن موقفك. ولا الأهلي كان بيشتغل ضد وزارة، ولا الأهلي كان بيشتغل ضد لجنة أولمبية. الأهلي جمعيته العمومية هي اللي طلبت اللي مجلس الاداره يشتغل على راحتها ويتعامل في مقرين، فانا اشتغلت لان الجمعيه العموميه دي هي اللي جايباني. اللي فيه غلط طالما القانون بيسمح لي، تطلع بقى واحد معاه شويه حبر يقعد يملى علينا. انا لما باجي اتكلم في القانون ما بتكلمش عمري. دخل معانا الدكتور محمد فضل الله، الاستاذ ابراهيم فكري، الاستاذ رجاء عطيه، بنسيب القانون للاهل القانون. لما نتكلم في فنيات اللي بيكتب يستنى على جنب شوية، احنا نكلمك في 4-4-2، 4-3-2-1، 4-3-3، ونحول الطريقة ازاي، والباك يعمل ايه، والباك ليفت يعمل ايه، والباك رايت. ما اعتقدش كمان هتوحونا في دي، ولا بطلع اقول لك كان واخواتها، ولا بطلع، ما انا لو قلت كان واخواتها
بتاع السيده زينب هيزعل مني، وبتاع امبابه هيزعل مني، وبتاع الحضره في اسكندريه الاهلاوي هيزعل مني، وبتاع اسوان وبتاع الاقصر هيزعل. هيقول لك يا كابتن شادي احنا، انا عارف اللي انا هقوله ده نسبه منه بسيطه غلط، لان اللغه العربيه بقت شبه حتى على مستوى، كمان انا هتكلم بمنتهى الصراحه، على مستوى الضيوف تلاقيه قليل جدا، لكن عالم كره القدم بيخاطب الاول الناس البسيطه. فمن هنا بنخاطب وبنتكلم باللغه بتاعتكم، وبنتكلم بالسهل الممتنع. السهل الممتنع اللي الكوره تبقى معاك، تدي زميلك اللي قدامك، وما تفتيش وما تعملش فيها جهبذ عشان ما تغلطش. فاحنا بنلعب السهل الممتنع مع جماهيرنا، وجماهيرنا بتحب اللون ده والشكل ده. لكن اجي اقول لك ولماذا ابو تريكه مررها لبركات في المساحه الخاليه؟ هتزهق مني. فاجي اقول لك اللاعب لازم عنده اصرار ويجري بسرعه عشان لما ابو تريكه يلعبها له، وهكذا. هي دي لغه الكوره، مش بتاعه بقى كان واخواتها ونطلع نبرر. احنا كارنيهنا مش عارف من كام سنه، اللي كارنيه ان شاء الله من امبارح تقف جنب ناديك بشرف، لكن مش هتقف لان هو مش ناديك. فمن هنا الاهلي للاهلاويه، الاهلي لاولاده اللي ابتدوا يظهروا وتشوفوهم على الشاشه ما كانوش اساسا ليهم اي فرصه، وتطلع ناس كان ليها مصالح تقاتل عليها. يا راجل بنشوف ناس، والله احنا ناس اشتغلنا في النادي الاهلي عمر، ما اشتغلناش مع جيل ابو تريكه بس بالمناسبه، حضرنا حسام وابراهيم هم في الاهلي، وليد صلاح الدين، وادي خشبه، وياسر ريان، وسمير كمونه، وعلي ماهر، وكان جيل محترم جاب 7 دوري للنادي الاهلي. فعارفين القواعد، لو احنا عاشرنا جيلين كمان فالقواعد دي عارفينها من قبل برضه، وبعد كده زادت عندنا بعد كده. وعارفين مين بيعاشق للنادي الاهلي، ومين اللي بيستفاد من القناه، ومين اللي يستفاد من مجله، ومين بيستفاد مش عارف ايه، ومين اللي عايز يقلب الترابيزه عشان اهداف. مع كل ده انا بحكيه لكم، وبحاول او كل حلقه اتكلم في الموضوع ده، لان الاهلي كان فيه خطوره عليه من اصحاب المصالح. اه طبعا كان فيه. هتقول ما انت مصلحتك هنا قاعد عشان بتدافع عن رئيس مجلس اداره النادي الاهلي، مش في صراحه اكتر من كده؟ طب ما رئيس النادي الاهلي عامل قناته موجوده ليه؟ عشان نقول كلمه الحق. لكن لما كان في اخطاء كنا بنقول. النهارده الاهلي واخد كل حاجه، العاب جماعيه واخدها محليا وافريقيا، الكره قدم دوري وكاس، ناقص بطوله افريقيا. عاوزني اقول ايه؟ طب ما حد يغششنا طيب، ولا اطلع اهجص اقول لك الثوابت مش موجوده ومش هو ده الاهلي؟ يعني مره المليون بتكلم، ده رايي انا الشخصي، ولا اقصد لما احب اتكلم هقول الاسم، ولما احب اقول مين غلطان مش 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 شخصنا ولا برنامجنا اللي بنلقح كلام. بنعرف المواجهه، بنعرف اللي احنا نواجه ونشوف لو احنا غلطانين نرفع ايدين، احنا اسفين اللي قلناه ده فعلا ما كانش عندنا حق فيه. لكن لما نقول لك بنكلمك في امور عشنا فيها وعارفينها، وعارفين مين اللي بينتمي للاهلي ومين اللي بيحبه، تطلع بقى نجري على البرامج ونجري على الصحف ونجري نكتب كلام ملوش لازمه ونقول كلام مش حقيقي. طيب هبتدي معاكم النهارده عشان انا هستمر في مشواري. الاهلي عندي اهم، الاهلي عندي اهم، النادي اللي لحم كتافنا ده كله من الاهلي. لولا النادي الاهلي ولا نبقى على الشاشه دي ولا في اي حته اساسا، ولا في تاريخنا يبقى عدد البطولات دي كلها. زيفتوا الحقائق وقلتوا ما فيش بطولات، زيفتوا كابتنه الاهلي، زيفتوا امور كتير، زيفتوا فيديوهات، ولا تقربوا الصلاه، لكن ما عندناش حاجه تمس السمعه ولا الاخلاقيات ولا تمس الشرف. ده الاهم. النهارده في ناس بتعاملها في حياتك بتشوف اللي هي ناس كويسه، ولما يتغير يبقى سيء. هتقول عليه كويس ازاي؟ انا مش فاهم. فانا مش عايز ادخل في تفاصيل، عايز ادخل في الموضوع النهارده اكتر بشويه. هتقولوا لي ايه اللي عندك؟ اللي عندي اللي قبل النادي الاهلي ما يعمل جمعيته واخد قراره وانحاز لجمعيته العموميه وانحاز للناس اللي جابته، وقف وقفه صح. الناس كلها القانونيين وقفتك صح، مفيش اي حاجه ملهاش علاقه، واحنا الكبار، الاهلي ده كبير قوي،
ما طلعناش ولا هنطلع نقول انتصرنا على الوزير، انتصرنا على اللجنة الأولمبية. اللي يعمل كده يبقى مش فاهم حاجة، لأن الأهلي ده كبير قوي. الأهلي جمعيته العمومية هي اللي انتصرت للحق، ده قولا واحدا. طب ايه اللي حصل قبلها؟ هرجع اقول لكم تاني النهاردة، صحف قومية اسطمبة واحدة الكلام، دي بطلة ولسه ما ابتدتش ومش عارفين حاجة. صدروا للجمعية العمومية احباط عشان ما حدش يروح، مواقع عمالة تقول منديل، والاهلي الجمعية العمومية بتقبل رشوة منديل ومية. حتى تجاوزنا في حق جمعيتنا العمومية، مش عارف برنامج شغال ليل ونهار. طيب الكلام ده حضراتكم شفتوه، وفي ظل اللي انتوا شفتوه مرة تانية كلام متكرر، مرة تانية وتالتة ورابعة، يعني ناقص 75 فرد، قول 15,000 اللي حضروا الجمعية العمومية راحوا ساندوا وقفوا قالوا كلمة الحق، قالوا عايزين نكتب دستورنا، قالوا احنا مع الأهلي مع نادينا بنرفض الوصاية. خلاص الموضوع الناس قالت كلمتها، تعمل ايه بقى؟ خلاص كمجلس إدارة عمل اللي عليه، وكأعضاء جمعية عمومية، والموضوع خلاص بقى فيه هدوء، وبقى فيه محدش بيعمل تصريحات. والطبيعي اللي قناة نادي تساند وتعمل دفعة وتحشد وتقف جنب ناديها، وده الطبيعي وده اللي احنا اتعلمناه. يا جماعة هقول لحضراتكم على حاجة عشان ابقى الامانة تبقى موجودة. احد المذيعين طلع في برنامج يوم مش يوم، تمام، وهو السؤال هنا ونفسي تسألوه معايا وبمنتهى الهدوء، وحد تاني قاعد، لو قال له لا انت مش هتطلع معايا هيعمل فيه ايه؟ هيقول له بنشكرك على الوقت اللي انت قعدته معانا، مع السلامة، بدون ذكر اسماء، يا اهلاوية يا محترمين يا جدعان يا اللي ما بتنسوش نجومكو اللي فرحوكو في يوم من الايام. وفي جيل مانويل جوزيه تحديدا كان في حد تجاوز في احد اللاعبين، خرج من الهوا، اتقال له شكرا مع السلامة لانه تجاوز في حق لاعب، ومش هقول اسماء. ولو انتوا عايزين تعرفوا حقيقة اكتر من كده اقول لكم، في يوم من الايام حد تجاوز كمان في حق مانويل جوزيه في الكلام. مانويل كان غضبان جدا عشان الكلام كان صعب جدا على شاشة النادي الاهلي، والراجل كان وجهة نظره اللي الكلام يبقى بره ما يبقاش جوه البيت. بعد الهوا على طول اتوجه له الشكر. فالنهارده ككابتن سابق للنادي الاهلي بقول لكم اقفوا جنب ناديكم للمره المليون، وهثبت لكم النهارده مره ثانيه وثالثه، عمري كلاعب وخير النادي ده عليا هقول كلمه الحق، حتى لو مين هاجم، لو فضل واحد بس يسمعني. انا بحكي لكم مواقف رغم اللي عندي امور كتير جدا اتكلم فيها، لان هو ده اللي احنا اتعلمناه جوه القناه. واتشرف ان انا في يوم من الايام كنت موجود، وكان رئيس القناه الكابتن، رئيس القناه مش هقول الاسم، لكن كان رئيس النادي الكابتن حسن حمدي والكابتن محمود الخطيب نائب رئيس النادي. انا مش موجود في عصر بس المهندس محمود طاهر، لا انا موجود من قبل كده. فمن هنا السيستم اللي كنا ماشيين بيه قبل كده قدام ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بنعمله النهارده، عشان الناس تهدى على نفسها شويه وتفهم ان المبادئ لا تتجزأ، ومبدأنا واحد مهما عملتوا ومهما حاولتوا تتكلموا في قلنا ايه وعملنا ايه. صدقوني انا حكيت لكم واقعتين بسيطه جدا داخل قناه النادي الاهلي، وعندي اكتر من كده اقوله، لكن الامانه هي الأهم، واللي نقف جنب نادينا ده الأهم. الأهلي أهم من البرنامج ده، والأهلي أهم من الأشخاص، والأهلي أهم من أي مخلوق
لان هو ده الاساس، هو اللي حببنا، هو اللي فرحنا، هو اللي ما بيننا وما بينه قصه حب وعشق، الاهلي. صح ولا ايه؟ ولا على المزاج؟ ولا هنسمع كلام المستنقعات اللي اتفتحت، البلاعات اللي اتفتحت وطلعت ريحه نتنه وعفنه؟ هنمشي ورا ده؟ امشي ورا ده. ولا بعد شهر، ولا بعد شهرين، ولا بعد ثلاثه، ولا بعد سنه. لما تعرفوا اللي احنا كنا خايفين عليكم وبنقول لكم الحقيقه، مش عايزين حد يعتذر، بس عايزينكم تقولوا كلمه الحق زينا. بس هو ده اللي احنا طالبينه منكم. عشان كده مكملين في طريقنا، وهعرض لكم النهارده. خلصنا من فكره قبل الجمعيه العموميه ايه اللي حصل فيها، والصحف كانت عامله ايه، وقلنا لكم من غير ما نعرض اي حاجه، عشان حد كلمنا قال لك جبهات وهيبقى في ناس معاها مشاكل كتير. لا، اخذنا القرار اللي احنا نفتح نار جهنم علينا، ما عندناش مشكله، لان ده الاهلي يستحق مننا اللي احنا نعمل كده. في برنامج مش موجود والحمد لله مرتاحين منه، والدنيا هديت وزي الفل، والدنيا هديت وزي الفل، بس في ناس مصممه مش عارف بتعمل كده لمصلحه مين. هوري حضراتكم على الشاشه دلوقتي جورنالين او احد الصحف موجود فيها. نروح للاهرام يوم 28/8/2017. الكلام ده حمله ممنهجه وكتائب الكترونيه لتشويه صوره حطب واجباره على التراجع عن موقفه. نروح بقى يا جماعه تاني يوم على طول، يوم ايه؟ يوم 29. الاخبار تاني يوم، الاهلي يواصل حرق حطب بالكتائب الالكترونيه، اللجنه الاولمبيه تشترط الكشوف الاصليه قبل. ايه راي حضراتكم؟ ايه راي حضراتكم؟ ده بالنص يا جماعه، بالحرف، ده كان حاجه بتتملى. هي دي الحملة الممنهجة يا جمهور النادي الأهلي يا عظيم. خلصنا من برنامج، دخلنا على صحف. دول أكبر جورنالين في مصر، مؤسستين كبار أنا بحترمهم جدا جدا. ارجع لي بالمنشتات تاني لو سمحت، ارجع لي بالأهرام. حملة ممنهجة وكتائب إلكترونية لتشويه صورة حطب وإجباره على التراجع عن موقفه. إيه رأيكم يا جمهور النادي الأهلي؟ مش عايزيننا نعمل الكلام ده؟ عايزيننا نسكت؟ بتزعلوا لما بندافع؟ عايزين نديكوا الناس تهاجموا عادي؟ ايه اللي حصل؟ ايه اللي اتغير؟ ارجع لي للاخبار، اتفضل. الاهلي يواصل حرق حطب بالكتائب الالكترونيه. ايه راي حضراتكم يا جماهير النادي الاهلي، اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي؟ ايه راي حضراتكم؟ الكلام ده امتى؟ ده بعد خلاص ما خلصت الليله، والنادي الاهلي بقى الموضوع هادي عنده، وسياده الوزير الموضوع هادي عنده، واللجنه الاولمبيه الموضوع هادي. كلمه الكتائب الالكترونيه على النادي الاهلي بيعمل كتائب الكترونيه. هنا السؤال واللي انا هسال فيه جمهورنا العظيم، وهسال فيه اعضاء الجمعيه العموميه، ايه راي حضراتكم في اللي بيحصل ده؟ بتتخلوا عن ناديكوا؟ بتحب الاهلي ولا لا؟ بتضعف موقف ناديك ليه؟ بتحب الاهلي ولا لا؟ هو السؤال هنا. انا عارف ان البعض مش عضو في النادي، وبخاطب الجماهير بشكل كبير، وكمان هخاطب اعضاء الجمعيه العموميه. ايه راي حضراتكم؟ كمان ده مش حق، ده مش موجود، ده مش لجان الكترونيه. اللجان الالكترونيه بتاعت الفشله، اللجان الالكترونيه بتاعت اللي ما بيحققش حاجه الفاشل، اللجان الالكترونيه بتتعمل من الضعيف، اللجان الالكترونيه بتتعمل اللي هو لا حول ولا قوه، مش لاقي حد معاه، غلبان. طيب لكن عمر الاهلي ما كان غلبان، الاهلي قوي، الاهلي قوي، الاهلي كبير بجمهوره واعضاء جمعياته العموميه. انا بظهر لحضراتكم في الظروف المفروض اللي فيها هدوء، مكملين، الناس مكمله. طب لمصلحه مين؟
طب بصوا الاخبار بتاع بكره، اتفضل معايا يلا وري وري جماهير الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه الاسترشاديه على ابواب الاهلي. طب هو حد قال حاجه؟ هو انت بتستبق الاحداث ليه؟ بتوجه ليه؟ هو انت داخل بتضغط ليه؟ يعني عايز تشارك في اللعبه ليه؟ مصلحتك ايه؟ طب قول لي، قول لي عشان خلاص. والله احنا واخدين اتجاه ضد مجلس الاداره ده، واخدين اتجاه ضد النادي الاهلي. خلاص اقول لكم على حاجه، عارفين ايه الكتاب الالكترونيه اللي انتوا بتعملوه ده على النادي الاهلي؟ انتوا الكتاب الالكترونيه، كتائب صحفيه موجهه. واحد، بتعملوا كده ليه؟ اتنين، مصلحتكم ايه؟ تلاتة، عاوزيني من النادي الاهلي؟ اربعة، مين بيوجهك؟ مش هقول حاجة تانية صعبة، مش هقول حاجة تانية صعبة. مين اللي بيخليكم تعملوا كده؟ مين اللي بيوجهك بالشكل ده؟ مين اللي خلى النادي الاهلي قال كلمته واعضاء جمعيته العموميه؟ في ناس بتحب في الحياه اللي احنا فيها تنصب نفسها ملك اكتر من الملوك، لان مع ناس مصالحها هتضيع وخلاص، هيبقى هيستنى سنه اتنين تلاته اربعه. وفي ناس كروشها حتى هتدلدل، ما بتعرفش ربنا، بتعرف ربنا في اوقات وبتنسى ربنا في اوقات. فالكلام صعب، انا ده ناديه وده الحق اللي لازم يتقال. انا ليا بعض الاسئله، ليا بعض الاسئله لجماهير النادي الاهلي، وخصوصا لو هي معترضه علينا. انا النهارده شغلتي انقل الحدث الموجود او انقل الصوره اللي حضرتك مش شايفها. في البعض اتجه للسوشيال ميديا بيتابع منه الاخبار وبيدخل منها، وفي البعض مش مركز مع الصحف، وفي البعض مش مركز. لكن ستظل المؤسسات دي كبيره رغم البعض الاخطاء دي، لكن ستظل نحترمها. لكن ايه راي حضراتكم يا جماهير النادي الاهلي؟ بتقبلوا على ناديكم الكلام ده عادي؟ مبسوطين؟ احنا بقى ما بنقبلش، احنا ما بنقبلش، لأن الأهلي كبير قوي، مش هنعدي الهفوة. ودي نوعية برنامجنا مع جمهورنا، اللي هنقاتل السنة الجاية يبقى موجود، وعاملين ملفات إن شاء الله، وحلقات هتشوفوا هنيسر للناس كلها، مسؤولين هنديهم حلول غير متوقعة للجماهير ما حدش فكر فيها قبل كده. يجي يقول لك ده بتاع جماهير، ايوه بتاع جماهير، لان الجماهير دي كنا بنكسب عشان نحتفل وسطهم. يجي يقول لك ده بيغني اغاني، بيعرض اغاني جماهير، امال اعرض اغاني؟ امال اشغل عزا واحنا في عزا؟ بيقول لك بيشغل اغاني شعبي. لا اله الا الله، باطل باطل يراد به حق. يا جماعه فريق العمل الموجود ده والبرنامج ده كان بيقول لكم على الحلوه والمره معاه، ايه المشكله؟ جرب تدخل الاستاد، بزايد بالجمهور، هفضل ازايد واغني اغانيهم لان الناس كلها حافظاها. بنقعد مع ولاد، كنا عاملين حلقه، انا اتذكر ابن عم حسني المشجع الاهلاوي الاصيل كان ابنه موجود وكان موجود معانا من ثلاث اسابيع. قلت له قول لنا انت بتروح الاستاد مع والدك وكده؟ قال لي اه طبعا حافظ اغاني كتير على الهوا. واتفاجئنا، قلنا له طب قول، قال لك من ثالثه شمال الاغنيه دي بتتقال في الوقت الصعب. احنا حافظين لكن انتوا مش حافظين، انتوا بتزايدوا عشان مصالحكم. احنا عندنا قضيه، قضيه الجماهير والجماهير المحبوسه، واتكلمنا اكتر من 12 حلقه، لكن احنا مش قضاء، لكن بنحترم القضاء. احنا مش جهة اختصاص اللي انا احقق، لكن دوري اقول ابقى وسيط ما بين ده وما بين ده. حتى دي كمان بتزايدوا عليها. قلنا لا للتعصب، زايدتوا علينا. قلنا مدرجات خاوية، قعدوا الجماهير لغاية لما المدرجات بقى فيها قطط.
هي اللي بتقعد، وحضراتكم شفتوا في مباريات كتير. قلنا الكورة للجماهير مش لحاجة تانية، للمتعة. أنا دوري أوجد حلول، وحضراتكم وكلنا نشتغل الجماهير تبقى موجودة. لكن لسه هنقعد 5 سنين و6 سنين من غير جماهير ويجي يقول لك ده بيهاجم الجماهير، ده مش عارف ايه، بيزايد بيهم، مزايد على ايه؟ قضيتنا قضيتهم، لان احنا منهم، بنتكلم باسلوبهم، بنتكلم بعقليتهم. لكن انتوا سطر، تمشوا على سطر وتسيبوا سطر. انتوا يوم الجماهير وحشين وارهابيين وبيجيبوا الفلوس منين ومين اللي بيمولهم، ويوم تاني لما تلاقوا اي مسؤول يتكلم في على سبيل المثال الكره للجماهير بكل لغات العالم، ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي وايه النظام ده؟ عايزين الشكل ده وعايزين الحلاوه دي، مش ده اللي بيحصل؟ لكن هي كانت قضيتنا وكنا مبسوطين لما لقينا الجماهير بتعمل ده. حتى دي ما رحمتناش فيها. مفيش واحد في مصر للامانه، وهقول كلمه حق، واللي انا مبسوط اللي هو بقى اهدى شويه الكابتن خالد الغندور على النادي الاهلي، اهدى نسبيا من زمان، وخلينا نتكلم بصراحه مع بعض، مبسوط اللي متبني جماهير نادي الزمالك. لان انا هفضل اقول في غلط، كلنا بنغلط في الحياه، لكن كلمه سجن واسم بتبقى صعبه على بيوت محترمه. فهو متبني المحترم، فمن هنا بحييه، رغم ان انا ممكن اختلفت وهفضل اختلف معاه في حاجات كتير، ولكن لما حد يعمل حاجه محترمه لازم نشيد بيها. وهو بصراحه اتفرجت على اكتر من حلقه، مش هقول زي ناس كتير تشوف وتتفرج وتسرق وتقول لك ما بشوفش، وتسرق مجهود الناس وتعب الناس وبس يغيروا في اسماء الفقرات ويقول لك ما بشوفش. لكن احنا لا، بنشوف كل الناس. فبحيي الكابتن خالد الغندور على مساندته لجماهير نادي الزمالك، ودي حاجه كويسه، وده يدعو لما كلنا نبقى ايد واحده وندافع عن قضيه. لما بكره ينضم لنا واحد ثالث وبعده ينضم لنا صحفي محترف محترم مؤمن بالقضيه، هنقدر نحط الحلول كلنا مع بعض. لكن حتى دي عشان يستقطبوا الناس، عشان تشتم ويخليها تقول الفاظ، ده بيشتموا الجماهير ومفيش، وناسين الجماهير. يا راجل بعد كل ده اسالوا الاسر. انا مضطر ان انا اقول كده، مش دفاعا عن نفسي، لكن هي دي الحقيقه اللي يعلمها الله، اللي يعلمه الله، اللي يعلمه الله. الضمير موجود طول الوقت، والاسر عارفه، والاسر موجوده، والاسر تعرف احنا بنعمل ايه. احنا مش فكرنا اللي بنشتغل بيه الماديات. في ناس دماغها كده طول الوقت، عشان تساعد يبقى لازم ماديات. لا، في ناس عايزه كلمه حلوه، في ناس عايزه تطبطب عليها، في ناس عايزاك تحترمها وتحترم عقولها، في ناس عايزاك تساند وتقف جنبها حتى لو على المستوى المادي، لكن مش تطلع تفضح الدنيا ونطلع نضحك على الناس. فمن هنا بيكوا انتوا وباخلاقياتنا مكملين معاكم. فهنا الاسئله اللي انا هسالها الاخيره قبل ما اطلع لفقرتي الاولى. رقم واحد، انتوا يا فين يا جماهير النادي الاهلي من اللي بيحصل ده اللي انا عرضته لحضراتكم؟ بتهاجموا ليه؟ بتضعفوا موقف ناديكوا ليه؟ وانتوا شايفين كل يوم الاهلي بعد ما اتقال عليه اهلي بيزور والاهلي بيعمل، النهارده لجان الكترونيه، اللجان الالكترونيه دي بتاعت الفشله، بتاعت الفشله اللي ما بيحققوش حاجه. لكن احنا نادينا كله بطولات وكله نجاحات، خصوصا السنه دي كمان. اسئلتي ليه كمان اللي انا عرضته من شويه، انتوا بتعملوا ليه كده في الوقت اللي فيه هدوء؟ بتعملوا كده ليه مع النادي الاهلي العظيم؟ لو عندكم مصلحه قولوا لنا هي ايه، لو عندكم اي اهداف قولوا لنا هي ايه. لكن اربق بمؤسستين كبار اللي يتحطوا في مربع صحف صغيرة وصحف بسيطة، يبقى نقارن زي ما بنقول، وخلينا نقول كلمة حق، زي ما بنقارن النادي الأهلي العظيم، نقول في ما ينفعش في لوائح نقارنه بمركز شباب أوضة وصالة، يبقى زي الصرح الكبير العملاق الأهلي. فكذلك التصرفات دي اللي احنا بنشوفها
ما ينفعش اقارن مؤسسات كبيره طلعت اجيال كبيره بحاجه تحت بير السلم وشغل في الخفاء. اتقوا الشبهات واتقوا ربنا في الاهلي، وكفايه يسيبوا الناس تشتغل 4 سنين ضغط، 4 سنين عاوزين مصالح، وانا عارف اللي ده سيزون الكروش كلها بتدلدل فيه، لكن انا عرضت وكفانا من اللي بيحصل دوت في الهدوء اللي احنا المفروض عايشين فيه. ده هدوء وده استقرار، لكن انتوا اللي بتضغطوا على المسؤولين عشان تطلعوا لنا منتج تحرقوا بيه الدنيا وتولعوا بيه الدنيا، مش الاهلي اللي بيحرق حد ولا الاهلي اللي بيعمل لجان الكترونيه. وجمله اخيره قبل ما اروح لفقرتي، كان نفسي قوي ناس كتير تشرب بريل وتصحي حاجات كتير جواها وتناقش لوائح أندية تانية. ما شفناش لائحة هليوبلس على الشاشة، ما شفناش لائحة نادي الزمالك على الشاشة، ما شفناش سبورتنج، ما شفناش سموحة. المهندس لا فرج عامل ليه تصريح النهاردة بيقول لك الأهلي مع القانون وعلى راسه ريشة. وقبلها الأسبوع اللي فات عرضنا هو الأستاذ فرج عامر اللي أنا بحترمه وهو يعلم تماماً، كان بيقول لنا اللائحة الاسترشادية كان فيها كوارث وعوار وهتسبب مشاكل وأواضي. أنا ما بقتش فاهم حاجة، وفي الآخر يقول لك يا عم أنتوا مش فاهمين قانون ومش فاهمين حاجة. لا إله إلا الله مرة تانية وتالتة ومليون. النادي الأهلي على راسه ريشة ببطولاته. النادي الأهلي على راسه ريشة لما بيجي بيحصل عقود رعاية. حضرتك ما ينفعش ولا اي نادي يتقارن بالاهلي بحجم بطولاته وانجازاته وجماهيريته. قلنا الكلام ده مرارا وتكرارا وهنقوله النهارده. ما ينفعش نادي صاعد، احترمه جدا للمجهود المبذول داخل وخارج النادي واي لعيب يتمنى يلعب في سموحه النهارده، لكن ما ينفعش المقارنه صعبه قوي، لان الاهلي بالنسبه لنا حاجه كبيره قوي ما بنقبلش حد يمسه بكلمه. فالاهلي على راسه ريشه، على راسه ريشه مره تانية وثالثه ببطولاته وانجازاته ونجاحاته. عايز اتكلم في حاجه اخيره كويس اللي انا افتكرتها. نادي الزمالك اتعاقد مع احد المدربين، حاجه محترمه جدا، اتعاقد مع لعيبه محترمه، ما شفناش حد بيناقش ويقول الدفع 90 مليون و70 مليون، ودي حاجه تخص الاعلام الاخر، لكن انا عليا ان انا اكلمكم عن مشهد سيء غريب. هي الناس بتيجي تفتح صدرها عن النادي الاهلي وتيجي عند مواقف معينه بتستخبى تحت الترابيزات. بمعنى شفنا مدرب اتعاقد مالناش دعوه، مبروك نادي الزمالك على المدرب الجديد، مبروك على مجموعه اللعيبه، مبروك على كان اتعمل كلام كتير على الكابتن حسام البدري ولسنه قد كده، والنهارده 87 اعتقد الف دولار ومحدش 37 الف دولار ومحدش قال حاجه. خليني كمان اتكلم على جزئيه تهمني انا كاهلي. اي نادي يتعاقد مع اللي عايز يتعاقد معاه، اي نادي يتعاقد مع مجموعه من لاعبين كبيره ما عنديش مشكله، ما قلناش تفريغ للانديه زي ما كنتوا بتقولوا على الاهلي وهو مكتسح البطولات، لكن اللي انا هساله هنا وغير مقبول بالنسبه لي، ما تيجيش تقول لي المدرب قاهر الاهلي عشان خاطر ماتشين. الدوري جاي وانا اثق في حسام البدري واللاعيبه الرجاله، وانا بقول لكم ان شاء الله رايح جاي اعرف قدرات ناديه واعلم تماما لما تجيب مجموعه من اللعيبه تاخد قد ايه وقت عشان تنسجم، واعلم تماما اي مدير فني ياخد وقت قد ايه عشان ينسجم على ظروف البلد وتفكير اللعيبه وعقليه اللعيبه، اللي ممكن لعيب يعمل لك ماتش جامد قوي تطلعه السما وتيجي تتعامل معاه مش هتعرف تتعامل معاه، واحنا شاطرين قوي في ده. واعرف استقرار وهدوء ودوري وكاس قريب جدا. افتكروا كلامي اللي انا قلته مع الجمله لازم اختم بيها عشان البعض اللي بيحاول يلعب بالالفاظ. بنحترم نادي الزمالك وبنحترم جمهور نادي الزمالك، نحترم الزمالك ونحترم جمهور نادي الزمالك علشان اللي احنا بنقوله ده شفناه على مواقع وشفناه ايضا على صحف، لان هو طول الوقت عايز يحط في النادي الاهلي في مربع كلنا كاهلاويه ما ينفعش اللي احنا نشوفه. نروح نشوف دلوقتي 100 سنه اهلي وبعدها فاصل ونستقبل الكابتن ياسر ريان.
ويفنى ما فيها، ولكن هناك شخصيات تبقى شامخة كالوجود بفضل أسمائهم وتاريخهم العريق، أفنوا حياتهم داخل جدران القلعة الحمراء. ولذا نواصل تقليب وتصفح فصول كتاب 100 سنة أهلي لنضع تحت الضوء شخصية من شخصياته المبهرة، لنتزود من صفحاتها معنى العطاء والاجتهاد والإيثار والفن والموهبة. هو واحد من أعمدة الدفاع الأهلوية التي ساهمت وبشكل فعال على السيطرة على بطولات الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي خلال الألفية الحديثة، وتحديدا تحت قيادة المدير البرتغالي السابق للمارد الأحمر مانويل جوزي صاحب الإنجازات الفريدة في العصر الحالي. هو ابن نادي أسوان المدافع الصلب عماد نحاس عمدة الدفاع الأهلاوي الذي بدأ حياته الكروية في نادي أسوان في عام 96، وكان في ذلك الوقت هو ممثل الصعيد في بطولة الدوري الممتاز، إلى أن انتقل إلى قلعة الدراويش في بداية موسم 98-99 بناء على ترشيح من عماد سليمان نجم الإسماعيلي الأسبق ليبدأ معه صفحة التألق. هو ابن عروس الصعيد المنيا، هو أحد أكبر النجوم القلعة الحمراء، كان يمثل صمام أمان للدفاع الأهلوي، كان يتمتع بصفات تجمع ما بين الحرفية والهدوء والمراوغة في الملعب والثقة والذكاء، بل والتعاون مع زملائه داخل المستطيل الأخضر وتجميع تركيزهم من أجل الفوز وتقديم المهارات والروح والفن واللعب الجماعي المميز لجماهير القلعة الحمراء، وهو ما منحه لقب وزير دفاع النادي الأهلي. ولا يتوقف دوره على الدفاع فقط، بل إنه أيضا كان يتميز بإحراز الأهداف الحاسمة والهامة للقلعة الحمراء. حقق النحاس بطولات عديدة مع الدراويش، منها بطولة للدوري المصري الممتاز 2001-2002 وبطولة كأس مصر موسم 99-2000. انضم النحاس إلى النادي الأهلي موسم 2004-2005 قادما من النصر السعودي بعد إعارة النادي الإسماعيلي له لمدة 3 أشهر، ليكون من أهم الصفقات الناجحة التي أبرمها النادي الأهلي ليبدأ صفحة جديدة من الإنجازات والبطولات والألقاب، ولكن هذه المرة بالفانيلة الحمراء. وفي أول موسم له أيضا مع النادي الأهلي استرد الأهلي درع الدور العام الغائب عن الجزيرة لأربعة أعوام متتالية، وحقق الأهلي أرقاما قياسية على المستوى المحلي والأفريقي يصعب على أي ناد أن يحققها في القريب، ولم يعرف الأهلي طعم الهزيمة. سجل النحاس 5 أهداف في أول موسم له مع النادي الأهلي، كان أولها أمام المصري في الأسبوع الخامس وآخرها أمام المحلة في الأسبوع الأخير من الدوري. ومن بطولات الإسماعيلي إلى القلعة الحمراء نجد النحاس يحصد المزيد من الجوائز والألقاب، منها برونزية كأس العالم لكرة القدم للأندية 2006 وبطولتي دوري أبطال أفريقيا لعام 2005-2006 و5 بطولات للدوري المصري الممتاز بدءا من عام 2004-2009 وبطولتي كأس السوبر الأفريقي لعامي 2006-2007 وبطولتي لكأس مصر عام 2005-2006 وكذلك بطولتي كأس السوبر المصري. في عام 2009 اعتزل النحاس عن الملاعب ليخترق مجال الإدارة ويتولى منصب مساعد مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ثم تولى منصب نائب رئيس قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، ثم خاض أولى تجاربه كمديرا فنيا لنادي أسوان الذي وضعه على سلم المجد والنجومية قبل أن يتولى مهمة القيادة الفنية لفريق الشرقية في الموسم المنصرم، ليبقى ويظل عماد النحاس أسطورة كروية وحدوتة من حواديت القلعة الحمراء.
بعد استراحة محارب لالتقاط الأنفاس، استأنف فرسان فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي تدريباتهم استعدادا لمواجهة طلائع الجيش في افتتاحية مباريات الدوري والمقرر لها 8 سبتمبر المقبل، ومباريتي الترجي التونسي المقرر لهما 16 و23 من الشهر ذاته في ذهاب وإياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا. وفضل الكابتن حسام البدري المدير الفني للفريق إقامة فترة إعداد على مرحلتين في مدينة 6 أكتوبر نظرا لضيق الوقت وغياب الدوليين اللذان حرم المارد الأحمر من إقامة المعسكر في أحد البلدان الأوروبية. وبدأت المرحلة الأولى السبت الماضي وتنتهي غدا الأربعاء عقب مواجهة النصر الصاعد حديثا إلى الدور الممتاز وديا، يحصل بعدها اللاعبون على راحة سلبية لمنحهم الفرصة لقضاء أول أيام عيد الأضحى المبارك مع أسرهم. بحضراتكم من جديد ونواصل حوارنا في الفقره الثانيه مع نجمنا النهارده اللي مشرفنا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ياسر ريان. برحب بيك يا كابتن. اهلا بك يا كابتن شادي، وحشني. وانت والله انت مختفي بقالك فتره، مش متواجد معانا في الشمس يعني. انت عارف بقى المشاكل اللي فاتت دي. لا لا، ربنا يعينك وان شاء الله وبالتوفيق ان شاء الله. البرنامج بتاعك الجميل اللي كل الناس بتتفرج عليه وحاجه كويسه يعني، كل مدى بتقول الجديد يعني بامانه يعني. اشكرك كابتن ياسر. في البدايه هدخل في الموضوع على طول. حلم المصريين كاس العالم، عندنا مباراه مهمه جدا 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 ان شاء الله يوم الخميس. اطمنا على بعثه المنتخب من الدكتور كرم كردي عضو مجلس اداره اتحاد كره القدم. عايزين نوصل كاس عالم بقى، تعبنا كابتن ياسر. بص يا كابتن شادي، بالنسبه لمنتخب مصر لازم نعرف او لازم نقتنع ان المباراه اللي جايه صعبه، خاصه ان احنا 6 بونت، فرقه اوغندا 4 بونت، فالامور بالنسبه لنا قريبه لبعض. لازم نعرف المباراه بالنسبه لنا صعبه، وخاصه انت بتلعب بره ملعبك. طيب المنتخب مصر الفتره الاخيره في الشك، ما فيش بقى لنا فتره مش متواجدين مع بعض، بنلعب في الانديه والماتشات، وخاصه المحترفين برضو بقى لهم فتره بعيد. لكن في الاول وفي الاخر احنا الناس بتتكلم على المباراه اللي احنا خلاص وصلنا وخلاص صعدنا وخلاص مش عارف ايه. الامور في كره القدم مش كده خالص، الامور بتبقى صعبه جدا، وخاصه اللي تلاقيه السهل هو اللي يبقى صعب. صح. وخاصه مباراه زي اوغندا كل الناس يقول لك هنكسبها رايح جاي، لا مش موجوده في كره القدم. وخاصه انت بتلعب بره ملعبك، في برضه الفرقه قريبه منك، مش غانا القريبه او الكونغو، انت بتلعب المنافس بتاعك. صح. اللي هو ممكن لا قدر الله لو كسبك او اتعادل معاك هو برضه في منافسه. فعشان كده المباراه اللي هي الدوليه ما نقولش احنا عندنا صلاح او ما عندنا ولن وكل ده وارده في كره القدم اللي هم يوفقوا او ما يوفقوش. لكن احنا مش عايزين، طبعا هي امال لنا كلنا بامانه وحاجه كويسه، احنا بقالنا سنين ما وصلناش، من سنه 90 لغايه دلوقتي ما وصلناش كاس عالم. احنا اكتر حاجه بنيجي نوصل او نوصل لاخر درجه وتلاقينا وقعنا. لا انا عايز اقول احنا يعني الفتره دي مش عايزين الاعلام يبالغ في المباراه قوي، ولا الاعلام يدي نزاهه قوي 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 للمنتخب، اللي احنا الحاجات دي ما بتوصل للاعيب كره القدم بيبقى في ارتياحيه شويه، فالامور بتبقى عليه سهله مش صعبه. لكن المباراه الجيل اللي موجود حاليا هو سلاح ذو حدين. انت عاوز ايه؟ عايز توصل كاس عالم وتوصل برضه وسعرك يعلى في البورصه لعيبه الكوره، موجوده. عايز تفضل محلك سر، موجوده الاثنين عندك. فبس انا بقول انت بتحط في تاريخك زي ما احنا بنقعد كده على المكان اللي احنا قاعدين ده، بتقول يا كابتن ياسر انت خدت مش عارف كام دوري، خدت كام كاس، وصلت امم افريقيه، خدت وصلت كاس عالم، كل ده بيتحسب في انجازاتك. فعشان كده المباراه اللي جايه مباراه صعبه جدا، وهفكرك ان شاء الله صعبه لو احنا سهلناها على نفسنا. صعبه لو احنا سنة، لكن المباراه في الاول وفي الاخر 3 بونت مهمين لينا، لو احنا ما كسبناش ما نخسرش، علشان عندنا فرصه ثانيه وثالثه عندنا في القاهره. فعشان كده ولا قدر الله حصل نتيجه سلبيه بالنسبه لمنتخب مصر، مش عايزين يبقى فاقدين الامل خلاص. لا عشان كده بقول لك ناخد الامور بوسطيه،
منتخب مصر بصراحه في عندنا حاجات كويسه جدا، سواء في خط الدفاع او الوسط او الهجوم، عندنا تجانس كويس او بين الثلاث خطوط، وخاصه انت عندك كمان اوراق تقدر تستفاد منها زي محمد صلاح، زي رمضان صبحي، زي عبد الله السعيد، زي محمود كهربا، في لعيبه تقدر تستفاد منها بالنواحي الفرديه. كابتن ياسر، هاخد من كلامك نقطتين بالنسبه لي مهمين جدا. الدور الاعلامي مهم جدا، وانا شايف دعم من كل البرامج ومسانده غير طبيعيه وبهدوء، دي رقم واحد. ماشي. يعني مفيش اللي كنا بنشوفه قبل كده، ومعناها المدير الفني قافل على فرقته، ودي حاجه بتبقى كويسه جدا. النقطه الثانيه اللي انا عايز اخدها برضو من حضرتك، انت اتكلمت اصعب مباراه هي السهله. بالظبط. لو نتذكر خرجنا من افريقيا الوسطى وكانت مجموعه قلنا سهله جدا وهنوصل كاس العالم بسهوله، ولكن طلع من اصعب المباريات هي افريقيا الوسطى، اللي هي المباراه السهله اللي انت كنت اصلا بالنسبه لك الثلاثه بونت بالنسبه لك كانت بالنسبه لنا باللغه التركيه حصاله. صح. طلع الفرق اللي الضعيفه دي اللي خرجتك من بطوله منتصف كاس العالم. صح. او خروجك من كاس العالم، فالحاجات دي كلها حسابات انت لازم تاخد بيها. عشان كده يعني ادائنا كان في الامم الافريقيه كل الناس يقول لك وصلنا، انا بقول لك ادائنا ما كانش كويس. أداءنا كأداء منتخب مصر مش شايف فيه أداء قوي. انت بتعتمد على بتدافع كويس قوي وبتلعب على هجمه مرتده زي محمد، ممكن يكون تكتيك مستر كوبر او، لكن انا منتخب مصر، انا يعني انا بالنسبه للفرق اللي بتبقى معايا الفرق بيبقى عاملين من حساب، لكن لما يلاقي منتخب مصر، طب ما انا برضه هحفظك كويس وهشتغل معاك كويس، عشان كده ممكن تلاقي النتيجه تبقى ضد مش معايا. طب انا هكلمك في النقاط الفنيه عشان الناس تبقى فاهمه. كابتن ياسر، حضرتك لعيب كبير جدا جدا ومثلت منتخب مصر، وكنت مع واحد من اعظم المدربين الله يرحمه كابتن محمود الجوهر. كابتن ياسر، مش يمكن القماشه اللي موجوده دي هي دي طريقه اللعب اللي تناسبها، ولا انت شايف لا ممكن يبقى في اداء هجومي اكتر من كده؟ وما فيش شك، احنا مش القماشه، انا معاك اللي ممكن تكون القماشه هي اللي حكماني باللي موجود، لكن لا، انا شايف القماشه عندنا، انت بتتكلم على خط دفاع سواء عبد الشافي ولا احمد فتحي ولا حجازي ولا رامي ربيع ولا في ناس كتير، ولا سعد سمير وعلي جاب في كتير، وفي نص الملعب عندك النن وعندك حسام عاشور وعندك طارق حامد وعندك في الاطراف كهربا وعبد، لا انا مش عايز يعني اسماء موجوده في منتخب مصر، وعندك لعيبه محليه موجوده هنا في انديتها على اعلى مستوى، وعندك اللعيبه المحترفه، انت عندك سته في الدوري الانجليزي، دي حاجه قويه جدا. يعني المفروض الدوري الانجليزي او اللعيبه اللي بتلعب في الدوري الانجليزي المحترفين لعيبتنا اضافه قويه لمنتخب مصر، وده اللي بيتعمل له حساب على فكره في الفرق الافريقيه، بس ممكن تبقى حاجه عكسيه ضدك. اللعيبه المحترفه مش عايز كل مره نقول اللعيبه المحترفه، هما دلوقتي اللعيب المحترف واللعيب المحلي لازم يعرف ان المسؤوليه كبيره جدا عليه. خلاص مش هنقعد نقول اللي ده نهايه المطاف، بالعكس وصولك كاس العالم ده حلم كبير جدا، انت ليك لانجازاتك ولتاريخك، وهتلاقي ليك معارضين. لعيبه منتخب مصر، انا افتكر موقف لينا لما خدنا كاس اللي هو افريقيا بوركينا فاسو، قبل ما نسافر مش عايز اقول لك احباط غير طبيعي، عايزين يبطلوا ناس ومش عاجبهم طريقه اللعب، ولا طريقه اللعب ولا طريقه الكابتن جوهري ولا ورات، الناس دي راحت تتفسح وترجع. الناس اللي انا بقول لك ناس هجمت، صحيح الكابتن جوهري وقتها بيسالوه في احد المؤتمرات راح جاي قال انا في المركز ال 12. وعشان اي على فكره ده ذكاء من الكابتن جوهري، اللي هو خلاص انت كاعلام بتحبطني وانا مسافر، خلاص وانا بقول لك انا مركز ال 12 عشان اريحك، عشان ما تكتبش عليا. وفعلا رحنا لما خدنا البطوله، كل الناس انا مش ناسيهم، كل الناس اللي كانت بتكتب علينا مش كويس كانوا موجودين معانا في الحفلات اللي احنا اتكرمنا فيها. ما فيش مشكله، لازم عندك معارضه. المعارضه دي انت لو انت كل الناس بتحبك يبقى مش هتنجح. صح. لكن لازم يبقى لك معارضه، بس المعارضه تبقى في في في, في الحدود الاحترام. في الحدود اللي انت يبقى فيها الحرفيه شويه، اللي انت توصل ولا اغلط فيك ولا تغلط فيا، انت بتتكلم بتقول وجهه نظرك وانا بقول وجهه نظري. عشان كده كل الناس اللي كانوا بيعارضونا كلهم كانوا موجودين في الحفل، وكابتن جوهر على فكره كان بيقابلهم كويس جدا وهو عارفهم، لكن عادي جدا، ايه المشكله؟ لما يبقى ليك معارضين على فكره هتنجح. كابتن، من بخبره كبيره لحضرتك سنين طويله مع النادي الاهلي ومع جيل محترم، انت عشت بقى مع جيلين ثلاثه، كنت موجود في جيل اللي اخد 7 دوري بالظبط، بعد كده الجيل اللي بعدها قعد سنتين ثلاثه ولولا الاصابه كان ممكن تكمل. اللي انا عايز اقوله هنا، النقد الشديد قوي
بيبقى هدف اللي انت تحقق بطوله مع اللي هو ذكي وبياخدها يحول من السلبيات لايجابيات. بص، النقد الزياده مبالغ فيه. يعني انت ممكن تنتقدني في طريقه لعبي، ممكن تنتقدني في اسلوبي في الملعب، كل حاجه ممكن، لكن ما تتجاوزش اللي انت تدخل في حاجه تانية خالص. يعني ما تجيش تقول لي احسن انا بسهر، ما بنامش بدري، مش كل ده حياتي الخاصه بتاعتي. لكن انا في الملعب تقدر تقول وجهه، لكن انا ما بحبش اللي هو ينتقد وانا خدت دي بامانه وبحترمها قوي. كانت في كابتن مجدي طلبه بصراحه، يعني كنت بقول له كابتن مجدي انا في اوقات ببقى يعني انا كنت متابع في الزمان، ما كانش فيه مواقع ولا انترنت ولا حاجه، كنت بقول انا من خلال الجرايد بلاقي ان في ناس بتتكلم عليك مش كويس. دي وجهه نظر فنيه مش شخصيه. كابتن مجدي عقليه ما انا بقول لك. فقال لي يا ياسر بص، اوعى ترمي ودنك للناس. صح. لو انت رميت ودنك للناس هتقع وهتلاقي نفسك واقع هبطان همدان، الاعلام هتلاقي كل ده، فده بيترفع تحدي. قال لي ايه، حط ده على جنب. صح. اشتغل وامشي وخليك ليك طريق تمشي فيه، هتلاقي الطريق اللي انت ماشي فيه ده كل واحد تلاقيه بيقع من جنبك يمين وشمال وانت ماشي عشان انت خطر. لو انت ركزت مع الناس اللي هو يمينك وشمالك انت خلاص انت وقعت معاهم، وهتلاقي نفسك في الاخر انت الخسران. كابتن ياسر، دايما بنسمع في الماتشات الافريقيه وبخبره حضرتك، انا بكلمك بتوع كوره بالظبط، تروح في افريقيا رطوبه، حتى ما تعرفش في بلاد زي اوغندا كده تلاقي شويه مطر وشويه الجو يقلب يبقى حر تاني وشويه الرطوبه بتبقى عاليه جدا جدا. بقول ده وقت ال 11 اللي يلعبوا، مفيش حاجه اسمها اعذار، انتوا عندكم خبرات كبيره ومفيش جو اسوء من اللي كان فيه الاخيره في البطوله الافريقيه. بص، احنا مش هنقول بقى الرطوبه، الجو، درجه الحراره، لا اعلى من سطح البحر، الكلام ده احنا قابلناه. بص، المباراه خلاص، انت على فكره لما بتسافر قبل المباراه بثلاث اربع ايام خلاص بتاخد طبيعه الجو بتاع اللي البلد انت عايش فيها، لكن في مواقع او في ماتشات بتبقى ليك خلاص ما ينفعش تقسمها على اثنين. بدل ما انت تقطع المشوار من هنا من مصر، اقطع المشوار عندك من هناك هترتاح. يعني انت لما تخلص على فرقه اوغندا ان شاء الله بلغه كره القدم 80%، خلاص انت قطعت مشوار 80% و90% من وصولك كاس العالم. يعني انت تكسبها هنا هتلاقي الامور كل مدى بتقرب، وممكن تلاقي غانا بتتعادل، الكونغو بيخسر، كله بيقع، لكن هترجع هتمشي برضه في طريق اللي انت هناك. لو انا ما كسبتش ما اخسرش، ليه الخساره توقعني؟ الخساره هيبقى اوغندا دي 7 بونت وانت 6، ممكن تيجي تعمل معاك نتيجه هنا، ما انت عارف مع الصربعه، مع اللي هنا، مع قرابه الجمهور، مع الثلاثه بونت، كل ده تلاقي الوقت بيعدي بيك بسرعه. لكن اعتقد لعيبه مصر اللي موجوده بصراحه نماذج مشرفه، سواء اللي بيلعبوا في الدوري المحلي عندنا ده في الدوري المصري او محترفين في الخارج. لا، احنا عندنا الوقت منتخب قوي. صح. وجيل محترم بامانه، يعني الجيل اللي موجود محترم، لكن لازم يبقى احنا حاطين ثقافه المدير الفني اللي عندنا ما يطلعش تصريح عاكس للي احنا بنقوله، وده اللي حصل في الامم الافريقيه. عمل تصريح قبل نهائي ماتش، انا مش ناسيه، قبل ماتش الكاميرون قال لك انا مش محظوظ في النهائيات. خلي بالك، حتى لو بتتقال بتهريج او بحسن النيه، خلي بالك الحاجات دي بتتعاكس. وفعلا لما احنا خسرنا قلنا بص اشوف، عشان طلع في المباراه قال لك اللي احنا ما تفائلش بالنهائيات. لا، انا عندي تصفيات، عندي قد ما انا ليا تحفظات على المدير الفني عامه، انا كياسر يعني كمستر كوبر يعني، لكن انا اعتقد المجموعه اللي موجوده عندنا ان شاء الله كلاعيبه، لا، مجموعه قويه جدا، مجموعه اتمنى ان شاء الله اللي هي تعمل لنفسها انجاز، وخاصه الجيل ده ما عملش انجاز. كابتن ياسر، في الاجواء دي وهكلمك كلام بقى فني، في الاجواء بتبقى بتلعب في ملعب، انا ما شفتش لسه ارضيه الملعب، ولكن اتعلمنا كده من مدربينا الكبار، خلي الكوره هي اللي تتعب، ما تعتمدش على الفردي، خصوصا في النص ساعه الاولى في المباراه، لمسه واللمسه واللعبه وتحرك بدون كوره، واتعب الكوره، ما تجريش انت بالكوره عشان تخلي فيه مخزون يقدر تكمل كل المباراه. مرات طبيعي. يعني انت ما بتيجي تعمل مجهود قوي وتجري فيه كتير قوي بتتعب، لكن انت ممكن بالفكر بتاعك في الملاعب الارضيه اللي انت ممكن متوقعينها اللي هي مش هتبقى الارضيه المتوقعه اللي احنا بنلعب بيها في المباراه، خلي الكره اللي تتحرك، خلي الكره اللي تجري، خلي فكرك يبقى في المباراه اللي دي فكرك سريع. المباراه دي عايزه على فكره بتبقى قابلتنا برضو موقف من دي، بتبقى عايزه الاداء السريع، اللي الحركه اللي هي بتبقى مش حركه اللي انا عشان انا كسر انا سريع واخد الكره، لا، انا ممكن بعد 10 دقائق، لكن الماتشات اللي زي كده خلي الكره الاول تتحرك، وخلي مجريات اللعب انت
انت اول تلت ساعه او نص ساعه او غالي او ربع ساعه بيبقى فيها نبض للفرقتين، وانت عارف كده بنبقى مهما كنت انت اتفرجت عليهم برضه ما تعرفش الملامح، ما بتعرفش مين القوه الخطوط اللي عندهم القويه والخطوط ضعف، مهما اتفرجت عليهم ليه انت ممكن تتفرج عليهم ممكن تكون لعيب ما بيلعبش في المباراه اللي انت اتفرجت عليه، في لعيب مش يوم ويبقى كويس قوي مش يوم بتبقى موجوده حاجة. بتبقى عشان كده احنا انا كل ما اروح برنامج او اروح مكان يقول لك احنا بنعتمد على محمد صلاح، يفرض محمد صلاح مش موفق في اليوم ده، ده طبيعي ولاعب كوره ما نامش اليوم مش يوم زي ما انت بتقول، لا انا عندي بديل، عندي محمد صلاح، عندي محمود كهربا، عندي رمضان صبح، عندي عبد الله السعيد، عندي في لعيبه، عندي تريزيجيه، عندي مجموعه لعيبه في المكان ده اقدر لو ده مش موجود او مش يوم عندي البديل بتاعه صح. وده اللي ممتاز بيه منتخب مصر. كابتن ياسر بخبرتك طريقه اللعب كوبر هتنفعنا في المباراه دي؟ يلعب بنفس الطريقه بتاعته اللي هو بيقفل بشكل كويس وبيلعب على المرتد؟ هو مفيش شك هو ما بيغيرش على فكره، لاحظت عليه من تصفيات والامم الافريقيه ما بيغيرش، احنا بنعتمد على الافراد تتغير لكن طريقه اللعب واحده، لكن تقدر حتى لما بتيجي تغير، يعني انت ممكن تقول لي مين اللي ممكن نلعب راس حربه من منتخب مصر؟ كل الناس اغلبيه الناس يقول لك ممكن يبتدي بعمرو جمال، ممكن يبتدي بكوكا، انا بقول لك هيبتدي بمحمود كهربا بنسبه كبيره، هو خلاص انا لاحظت وشفت التشكيلات اللي اتعملت في الامم الافريقيه ما فيش تغييرات كتير خالص، ما فيش تغييرات، تغييرات بسيطه جدا في المراكز اللي قدام، لكن خط النص والخط الدفاع اعتقد ما بيغيرش فيه كتير، كل التغييرات بتاعته في الاربعه اللي قدام، عشان هو بيلعب بثلاثه وواحد قدامهم فيرو، مين اللي قدامهم ده هو ما بتفرقش معاه على فكره، يكون يعني لازم يكون بيلعب بالهيد كويس او عنده مميزات، لكن بيعتمد على اللي هو يلعب على هجمه مرتده عنده سرعات، فهو بيعتمد بيقول لك زي ما انت اتكلمت برضه في النقطه اللي بتاعت القماش ممكن يكون هو متعاش مع اللعيبه، فانا كنت بقول انا بقول وجهه نظر بالنسبه لي فنيه ممكن تكون صح وممكن تكون غلط صح، لكن هو متعاش مع اللعيبه، لكن باللي انا شايفه بخبرتنا كلاعب الكوره هو بيعتمد على السرعات اللي عندنا، واحد زي محمود كهربا واحد زي رمضان صبحي مهما اتقال له ما غيرش سيستم اللعب ولا مره ما بيغيرش بس خلي بالك في منتخبات السيستم ده يريحها سهل جدا انت الهجمه المرتده سهل انا اقدر اوقفها لك واقدر استفاد افتح لك الاطراف وابدا اشتغل عليه وابدا، وطبيعي ما النادي الاهلي بيلعب كده اصلا كل كل الانديه اللي بتلعب النادي الاهلي بتلعب على الهجمه المرتده. ما هو فالكابتن حسام البدري اتعامل بفكر من وجهه نظري لما تيجي تبص الاهداف النادي الاهلي على مدار السيزون هتلاقي اللي جاي مندفع من الخلف جابه زي مؤمن زكريا واحمد فتحي وعبد الله السعيد بنتكلم على وليد سليمان كل اللعيبه اللي جايه من تحت في طريقه اللعب دي لازم تعمل الشق الهجومي بتاعه بمنتهى القوه، لكن هو المشكله عنده بقى في نقطه لما بيطلع الباك رايت في منتهى السرعه وهو ما بيطلعهوش بشكل كبير بيوقف المفروض الهاف يقفل مكان بالظبط فهو ما بيطلعش الباك اصلا فبيخلي الهاف رايح عشان كده بقول لك الطريقه اللي هو بيلعب بها هو بيعتمد على 2 3 بالنواحي الفرديه صح بيقول لك انا عنده سرعات لكن لو انت ما لعبت منتخب تونس تعبت ليه في منتخبات تقيله مش هتقدر انت تقدر تجاريها في اللعب لكن عندك منتخب اوغندا ايه المفروض احنا على فكره المشكله اللي احنا كمصريين منتخب قوي ما انا حدث نفسه جامد قوي بص كل اللي انت بتقوله ده كويس لكن احنا من جوانا انا بقول لك اهو انت ما تلعب نيجيريا غير ما تلعب اوغندا طبعا اما بتلعب الكاميرون غير ما بتلعب اثيوبيا الاسم فيه خبره الاسم فيه تقل صح. انا اللي بقول لك احنا مصريين الحمد لله الحاجات دي اصلا احنا بنراعي فيها الافساد قوي اه والله حتى استعدادك للمباراه طبعا لما تيجي تقول انا الاهلي والزمالك راح اقابل نادي الزمالك غير ما تلعب في المعسكر قبلها بيومين طبعًا. ساعات وبجهز تجهيز هو الحجم ده كده يا كابتن شادي حتى هتلاحظ برضو ما بنروح نلعب افريقيا سبورت او اسيك او الفرقه دي غير ما تلعب بامبا التنزاني احنا من نوع النفسي لعيبه مصر عموما بشكل عام النفسي لعيب الفرق الصغار اللي عندنا في الدوري لما بتلعب الاهلي بتعمل لها حساب تلاعب فرقه زيها ما بتعمل هو كده خلاص العامل النفسي بيبقى له دور عشان كده انا كنت مستغرب احنا النادي الاهلي جه فتره من الفترات كنا لما بيجي لنا دكتور نفسي كنا نقول لا يا عم دكتور نفسي احنا مش عارف لا لقيت الموضوع ده فعلا لا مطلوب بيفرق والله مطلوب جدا عاد بيفرق لك يا كابتن ياسر في اهم حاجه لما جالنا في وقت من الاوقات استعنا بدكتور نفسي بيعمل نقطة مهمة غايبة عن الناس كلها، أنت ما تحقق الخمس نقط بتوع السنة ممكن يجي لك تشبع مش مادي تشبع من الإنجازات فبيخلق لك دوافع من جديد لما بيتكلم معاك ده حقيقي يقول لك عن طريق اللي يديك دافع من الجمهور، دافع لزميل ليك بتستوعب منه بيجري أكتر فأنت تغير لازم تغير كان بيخلق دوافع جديدة أنا بتمنى إن شاء الله إن النادي الأهلي وكابتن حسام بدري بأمانة أنا كنت على فكرة اللي أنت بتقوله ده فعلا حصل معانا في المكسيك خلاص عندنا تشبع خدنا كاس امم افريقيه وصلنا بطوله عالم للقارات هتعمل ايه تاني خلاص بقى احنا كطموح انتهى
لكن حاجه زي كده لما انت بتجي لك دكتور نفسي بيديك عوامل ثانيه وبيديك طموح ثانيه وبيديك دوافع ثانيه. طب انت لو لعيب عندك احتياط ومن اللعيبه اللي احنا بنقول عليها النجوم ولاعيبه كبيره هتتعامل مع ده ازاي؟ انت ممكن تتعامل معاك كمدير فني انا هتجاهلك، لكن الدكتور النفسي بيقدر يوصل للاعيب ده اللي هو هو مش راحه نفسيه، هو بيديله اسباب يقدر يتعايش في الجو اللي هو عايش فيه، لان كل لعيب بيبقى ليه تقرير طبعاً. وبيقول ده هتتعامل معاه بالشكل ده. كمان اصل عندنا مشكله كابتن ياسر، حتى مانويل جوزيف الاول كان بيتعامل مع كده. خليني احكي لك بقى عشان الناس تبقى فاهمه. المدير الفني بيجي مدرب احمال وبيكلم اللعيبه في نفس في نفسيا وبيتدخل في امور مش بتاعته، لكن المفروض المدير الفني يبقى راجل بيتكلم في الكوره ويحفظك سيستم اللعب واسلوب اللعب. زي ما انت بتجيب مدرب احمال في الجزئيه دي، انت المفروض تجيب مدرب دكتور نفسي بيتكلم في الجزئيه النفسيه. اللعيب عندي مشكله، عندي اللعيب ده عنده مشكله في بيت صح. عنده لا قدر الله حالته يعني في هيقابله مشاكل احلاها زي هو اللي يحل وبينقل الكلام ده. اكيد يعني بيبقى فيه الوصل اللي بينه وبين المدير الفني. ممكن انت تدوس عليا في حاجه بتضايقني صح، الدكتور ده ممكن يكلم المدير الفني يقول له خلي بالك ياسر الجزئيه دي بتضايقه، فخلاص مش هتلاقي الموضوع بقى قريب. عشان كده هتلاقي يقول لك الجهاز في ريال مدريد 20 فرد ولا 20 فرد ليه؟ لا، علشان في كل واحد ليه تخصص منهم الجزء النفسي ده. امال التربره ده لما بياخدوا علم النفس ده بياخدوه كده؟ لا. عشان كده انا يعني الحاجات دي بتبقى مهمه جدا سواء لعيبه منتخب مصر، حتى لو وصلنا افرض لا قدر الله ما وصلناش كاس العالم، اللعيبه دي تقع مني ولا لا. لازم يبقى في حد بيتكلم قبل المباراه وبعد المباراه، كسبنا ولا خسرنا صح. وهتكلم في ايه والدكتور ده بيحضر في ايه ويتكلم في ايه. انا ممكن كمدير فني ادخل بدشن وادخل اتنرفز على اللعيبه واطلع اسلوب مش لا، لكن انا عارف ده الدكتور ده اصلا مع الجهاز الفني نفسه. طب هكلمك في كل ده بس عشان اختم جزئيه اللي انت بتتكلم فيها، لان احنا بعاد كل البعد العلم يدخل في الرياضه. الناس بره شغاله الكلام ده من سنين كبيره بالزبط. جدا، لكن انا عايز اتكلم فيه. خلي بالك ممكن من الدوافع او اللي انا اللعيب لو متوتر او اللعيب داخل وحماسه زياده عن اللزوم او لعيب خايف، على فكره من الكلام اللي ممكن تقوله له وصلت ما وصلتش، انت راجل بتمثل ما عملت اللي عليك اعمل اللي عليك، فبتشيل من عنده. ممكن المدرب يقول كده في الكواليس او في الغرف خلع الملابس يقول لك كده، رغم ان هو مش عايز يقول لك كده، من هو عايز يكسب بالظبط. طيب لو كابتن ياسر ريان خلينا كابتن استاذنك يا كابتن ياسر، معانا مكالمه نطير لكامبالا في اوغندا. معانا بسام ابو بكر الناقد الرياضي. بسام برحب بيك. بسام بيك يا كابتن شادي وبالكابتن ياسر ريان. كابتن بسام قول لنا الاجواء ايه، الدنيا فيها ايه في الاجواء الفندق بالظبط؟ من دقائق بسيطه ويعني من نص او من ساعه ونص وصلنا مطار امبيتي بالعاصمه الاوغنديه. يمكن خدنا اتوبيس لمده ساعه ونص من اجل الوصول لمدينه كامبالا سيتي اللي هيقام فيها المباراه واللي فيها فندق الاقامه الخاص ببعثه منتخب مصر والبعثه الاعلاميه اللي بتسكن بعيد عن فندق الاقامه بمده لا تقل عن 10 دقائق فقط لا غير. مستر كوبر طلب من كابتن ايهاب الهيطه ان اللعيبه تتناول العشاء بعد رحله شاقه ويقلب الجميع الى النوم، وبكره هيكون المران في على ملعب المباراه الرئيسي في تمام الرابعه عصرا بتوقيت كامبالا اوغندا، الثالثه بتوقيت القاهره. الكابتن اسامه نبيه اتكلم مع البعثه الاعلاميه ومعانا في الطياره في اكثر من حاجه بيفكر فيها مستر كوبر. يمكن مستر كوبر اولا الاربع لعيبه اللي تم استبعادهم يمكن قعد معاهم قبل المغادره من القاهره وقال ان هو مبسوط من تواجدهم وانهم ملتزمين في الميران والفترة اللي تواجدوا فيها، لكن تمام. هو مرتبط بعدد معين هيسافر بيه، فوجه لهم الشكر وقال ان لو في اي احتياج او لو لا قدر الله تعرض اي لاعب للاصابة اثناء مباراة الذهاب فسيلجأ لاحد افراد الاربع لاعبين اللي تم استبعادهم. عدا ذلك لم يتم استدعائهم في حالة الامور مشيت زي ما هي الحمد لله. يمكن كمان كابتن شادي مستر كوبر قال ان هو هيجي جاي المباراه من اجل تحقيق الفوز والثلاث نقاط، وكابتن اسامه بيقول ان احنا هنحاول بقدر الامكان نفرح الشعب المصري
في يوم وقفة عرفات لتحقيق الفوز ومواصلة الانتصار في تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم. يمكن بكرة هيبقى في قعدة مع الكابتن هاني أبو ريدة والبعثة الإعلامية الساعة 12 ظهرا، وهيبقى في المران، وإن شاء الله يوم المباراة هتبقى يوم الخميس الساعة 3 بتوقيت القاهرة. كان في حسب برنامج الكابتن إيهاب الهيطة مدير المنتخب إن المفترض إن هنطير إلى مصر عقب المباراة مباشرة من ملعب المباراة، ولكن مستر كوبر رفض تماما وطلب عودة الفريق مرة أخرى بعد المباراة بعد ما نخوض المباراة إلى فندق الإقامة بسبب الاستشفاء الخاص باللاعبين، وقال مش هقدر إن أنا آخد اللعيبة أطلع بيها من الملعب على المطار. وتم تبليغ البعثة الإعلامية بذلك. على ذلك الأمور طبعا جيدة جدا، ويمكن المدينة جوها كويس والأمور ماشية الحمد لله كويس. في رطوبة بسام؟ لا لا بالعكس، الجو يعني كويس جدا هنا، ويمكن كان في ناس في السفارة استقبلونا في المطار، والدنيا كلها يمكن حتى في بعثة في الأمن مرافق لبعثة المنتخب حتى الوصول لفندق الإقامة، والأمور كلها الجو تمام جدا. امبارح قبل ما نصل يعني يمكن حسب المعلومات الواردة للمنتخب كان في بعض الأمطار البسيطة، وده بيسعد مستر كوبر عشان خاطر الارض تطرى شويه، لان ملعب المباراه نجيله صلبه، فيمكن لحد دلوقتي الجو مناسب للمباراه يعني. تمام، فندق الاقامه كويس ولا الدنيا فيها ايه؟ مدينه كامبالا يعني هي مدينه جيده في اوغندا، وهو فندق يعني نقدر نقول جيد جدا، وحتى فندق البعثة الإعلامية يمكن بجواره يدوبك يعني 5 دقائق أو أقل البعثة الإعلامية، وكل الأمور الحمد لله كويسة الحمد لله. وإن شاء الله طبعا هي مباراة زي ما الكابتن أسامة قال لنا مباراتين يعني مباراة فارقة في مسيرة الكرة المصرية. بسام ان شاء الله ان شاء الله ترجعوا لنا بالسلامه بانتصار مهم، وانت كمان النهارده ما خليتنيش اسالك اي حاجه، بسم الله ما شاء الله عندك خبره كبيره. كابتن شادي ودايما متالق، والكابتن ياسر ريان ربنا يكرمك ودايما متالق. بشكرك بسام ابو بكر موقع في الجوله، بشكرك شكرا جزيلا بسام. ان شاء الله يرجعوا لنا كابتن ياسر بانتصار مهم جدا. عايز اروح للاهلي. كنت عايز تقول حاجه انت على المنتخب؟ عايز تقول تشكيل او حاجه متوقع؟ لا لا انا عايز بس اقول مش عايزين نوصل لمباراه غانا. خلي بالك الموضوع ده لازم، منتخب غانا مش منتخب سهل. ما توصلش اللي انت تبقى محتاج المباراه هناك. صح، لو احتجت المباراه هناك هيبقى المباراه صعبه، انا متاكد من دي تماما يعني. كابتن ياسر عايز اروح للاهلي بكره ان شاء الله حصريا على شاشه النادي الاهلي. النادي الاهلي عنده مباراه وديه في ظل الاستعداد للدوري ومباراه الترجي مع نادي النصر الساعة 5، تبقى حصري لجماهير النادي الأهلي على شاشة النادي. عايز أدخل معاك بقى في النادي الأهلي ونتكلم شوية. الصفقات اللي جت للنادي الأهلي إيه رأيك فيها؟ بص يا كابتن شادي، النادي الأهلي يعني عايز تعرف منتخب مصر أعرفه من النادي الأهلي. يعني عشان نتكلم بس بمعنى ايه؟ بمعنى النادي المنتخب مصر طول ما هو كويس أعرف اللي لعيبة النادي الأهلي تبقى هي زي ما أنت شايف كده. النادي الأهلي خد دوري، خدنا كاس، جهاز فني على اعلى مستوى، مش بجاملك عشان جهاز فني مصري، لا بالعكس، لعيبه من ابناء النادي الاهلي. صفقات النادي الاهلي جابها، احنا ما بنجيبش صفقات كده بخبراتنا حتى واحنا بنلعب يعني، واعتقد الجهاز الفني بيتفق مع الكلام بتاعي اللي احنا بنشوف ايه المراكز اللي احنا محتاجينها. فكابتن حسام البدري بيبدا يشتغل يعني. لا مش بكثره، وده اللي يمكن اللي حصل دروب ده حصل معانا الزمالك. انا جبت الكم من اللعيبه كتير قوي مقابل انا مش عارف انا محتاج ايه، لكن الحمد لله احنا عندنا مجلس اداره محترم، عندنا برضو سواء في لجنه التسويق او الكابتن صالح محفوظ مدير الكره، في سيمتريه عندنا في الشغل طبعا. الحمد لله، ودي طبعا. وده طول عمر النادي اللي بيعترف بيه. اللعيبه اللي احنا اللي موجوده حاليا للصفقات اللي احنا جبنا قدام اتكلمت عليهم، انا اسف على المقاطعه، كابتن سالم حفيظ واحد من الشخصيات المحترمه جدا جدا بامانه يعني، ثاني بصراحه تطبيق اللوائح والعقوبات اللي موجوده، النظام موجود، تهيئه الفريق في كل الامور اللي احنا بنتعرف عليها، ما فيش مشاكل عندنا الحمد لله خالص في مع اللعيبه، كل ده برضو امور هو لممها كويس قوي. صح،
زي كمان الحمد لله انت عارف اما بناخد بطوله الفرحه بتزيد عندنا وبتنسى اي حاجه فيها سلبيه، وده موجود في كره القدم. لكن اعتقد الصفقات اللي احنا جبناها السنه دي صفقات ناجحه، وانت محتاج كل صفقه الجهاز الفني يبقى عارف احتياجه فين بالظبط. هو اللي ناقصنا دلوقتي احنا بنتكلم في حاجه من اللي هي الدفاعيه، مدافع، ودي سهل اكيد للنادي الاهلي. كان الكابتن حسام كان ليه تصريح مهم جدا، وانت شوف هتوافق عليه ولا لا. كابتن حسام كان بيقول ايمن اشرف لعيب متميز جدا، بيلعب باك ليفت وبيلعب سيرد باك، ولعب مع السموحه ماتشات في افريقيا سيرد باك كتير جدا، فممكن اعتمد ده عشان وارد اللي انت تغير طريقه اللعب هو يساعدك اللي هو بيلعب. على فكره عادي جدا، وايمن اشرف انا اعرفه كويس قوي، وعنده، وعلى فكره ايمن اشرف اسلوب لعبه وطريقه لعبه كان بيفكرني محمد يوسف عندنا، كان سيرد باك، وكان السيرد الباك اللي بنقوله عليه المعاصر، انت عاصرته سيرد باك المعاصر اللي يزيد ويطلع ويعمل هجمه. صح. فده ايمن اشرف ايه المشكله لما هو يزيد، وحتى لو بيلعب جنب علي معلول ولا بيلعب جنب حسين السيد او صبر رحيل عادي، تقدر يزيد وصبر رحيل هيغطي مكانه او اي لاعب بيغطي. وانت عارف انت بتتكلم في لعيب نادي اهلي، امتى لما ده بيزيد عارف مين اللي هيقف ويستنى، وعارف مين اللي هيعمل اجمل، مين اللي هيقف في الناحيه الثانيه. انت بتتكلم على فرقه بطوله، بس موجود مدافع كابتن ياسر مع المجموعه حسب احتياج انا كمدير فني. افرض انا ما جبتش الصفقه اللي انا عايزها، هضطر انا احطه في المكان ده واقدر اشتغل عليه من فتره الاعداد لو ما يبقى متواجد معايا، وممكن احتاجه بعد كده باك ليفت. الاثنين موجودين، انت ما انت لعبت فتره من فترات باك ليفت اعتقد، يعني انت كشادي شويه بس لعبتها في مراكز. انا انت عندك الناحيه الهجوميه كويس ايمن، وانا النادي الاهلي يعني انا لو ما كانش عندي سيرد باك بيزيد مين اللي هيزيد؟ صح. اللي هي كل اللي بيلعبني في الدوري احتراما ل 90% في الدوري الممتاز كله بيلعب بطريقه دفاعيه، كله عايز ياخد بونت من النادي الاهلي. صح. ما عندوش طموح اللي هو يكسب النادي الاهلي، فالحمد لله دي ثقه في اللعيبه وثقه في الجهاز الفني وثقتنا في النادي بتاعنا. النادي الاهلي اللي انت بتتكلم عليه النادي عظيم فعلا، هو احنا بيبقى فخورين ان احنا بنقول احنا بننتمي للنادي الاهلي. فالحاجات دي كلها حسابات، احتياجاتنا احنا كصفقات هو الادرى، وهو عارف هو بيجيب مين وطريقه اللعب. انا طريقه اللعب بتاعتي كابتن حسام البدري انت عارف بيلعب بثلاثة، ففي المكان ده انا هحتاج في المكان الثلاثه ده محتاج تسعه عند اللي هيلعب وعند اللي احتاطه وعند واحد بينفذ الاثنين. والميزه اللي عندنا الحمد لله يا كابتن شادي عندنا منافسه شريفه جوه في اللعيبه حتى بتمر بالعصور، يعني ممكن يبقى معايا باك ليفت في المركز بتاعه واثنين باك ليفت فيهم منافسه بينه وبين بعض، اللي هو لا قدر الله اتصاب ولا خد انذارات ولا انا موجود مكانه، دي منافسه نجاح للنادي الاهلي. فكله عايز يبقى موجود، كله عايز يثبت وجوده، وما فيش حد بيبقى عايز يمشي من النادي الاهلي الا النادي الاهلي يقول له متشكرين. وانت لاحظها على جميع العصور بمفهوم اكبر النجوم حصلت معاه، غير ما هو بيقول انا خلاص النادي الاهلي يقول له متشكرين، لكن اللعيب يقول انا ماشي وراح جاي نادي في مصر الا اذا جاله حاجه. طيب ما فيش مشكله عشان هو عشان ده الاهلي، ده النادي الاهلي واحنا والنادي الاهلي ما وقفش في حد مع حد، وخاصه اللعيبه اللي جالها احتراف احمد حجازي ورمضان صبحي والناس ما وقفش في مصلحه اللعيب. ليه؟ هو حاجه بيبقى سفير لينا النادي الاهلي وسفير لمصر في اوروبا، فبتبقى حاجه كويسه. عشان كده الصفقات النادي الاهلي بيجيبها بيبقى عارف هو محتاج ايه. نخاف على الاهلي في بطوله افريقيا؟ ما فيش شك بطوله افريقيا ماتش صعب، احنا لازم برضه واللعيبه عارفه اهميه المباراه. زي ما بنتكلم على مباراه اوغندا بنتكلم على مباراه ترجي، مباراه صعبه جدا، مباراه بالنسبه لنا بالنسبه لمنتخب مصر بالنسبه للنادي الاهلي مباراه مش سهله. انت عارف الترجي برضه شمال افريقيا طريقه اللعب واسلوب اللعب واحنا كعرب مع بعض حافظين طريقه بعض، يعني خلي بالك. صح. هو عامل حسابك وانت عامل حسابه، فالمباراه بالنسبه لنا بالنسبه للفرقتين مباراه صعبه لازم نعمل لها حساب عشان احنا بنحترم الخصم. انت وصلت لمرحله خلاص انت كل مدى يعني انت اذا كسبت الترجي عديت في مشوار كبير قوي اللي انت تقرب لبطوله افريقيا، وده البطوله دي احنا بقالنا فتره برضو ما مش موجوده مع النادي الاهلي. كابتن ياسر انا قلت نقطه مهمه جدا، لعب برجوله، اخلاص لتيشيرت النادي الاهلي، الحماس، روح الفانيلا الحمراء، اعمل الحاجات دي نتيجة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، لأن عمر الأهلي ما كان وحش والحاجات دي موجودة. يا كابتن شادي النادي الأهلي عشان تبقى أنت عارف اللعيبة بتاعته على قد المسؤولية، أنت لما طلعنا من بطولة عربية وبطولة ودية أصلاً والنادي الأهلي داخل لموقف سياسي أو موقف حاجة إحنا برضو متواجدين فيه كعرب، لكن النادي الأهلي ما يدخلش بطولة ويطلع فيها بسهولة، عشان كده إحنا لما طلعنا بطولة عربية يمكن كنت في قناة الأهلي قلت إيه؟ صعب نطلع في بطولتين ورا بعض. مش تقليلا في الخصم اللي قدامي في كاس مصر، لكن النادي الاهلي صعب يطلع في بطولتين، ومع ذلك البطوله العربيه
احتكاك للاعيبه يمكن اثبات وجود للاعيبه اللي كانت يعني كابتن الجهاز الفني وكابتن حسام البدري كان بيفكر اللي في لعبه يستغنى عنها او مش محتاج ظهرت بشكل كويس منهم امثله كتير يعني كانت موجوده في عمرو بركات ولاعيبه كتير ظهرت بشكل كويس فعشان كده كانت عطيه رؤيه ثانيه للجهاز الفني لكن النادي الاهلي صعب عشان كده مباراه الترجي هتلاقي اللعيبه من غير ما انت المحاضرات مش من غير ما تعمل محاضره ومن غير ما تتكلم اللعيبه عارفه مسؤوليه المباراه كابتن ياسر الوقت جري مع حضرتك بشكل كبير دايما بنستفيد من ارائك الفنيه وكمان ربنا يوفق احمد ياسر يعني واحد من اللعيبه المتميزه والجماهير بتحبه كمان من قبل ما يلعب عشان مستواه الحمد لله مش عشان كمان انا عارف انت بتدربه لوحدك في البيت لا والله اقول لك على حاجه انا احسن في الناس بتبقى كتير تفكر ان الكوره فيها واسطه وفيها مفيش في الكوره واسطه احسن انا بيبقى يجي لي تليفونات واحد يقول لي وانا ابني راح يختبر في النادي الاهلي وانا بكلم له يا عم مين غير ما اكلمه لكن احنا في الاول وفي الاخر كل واحد بياخد نصيبه صح. وكل مجتهد ربنا بيديله والواحد بقى فخور اللي يبقى صح. حد من ابنائنا بيلعب الحاجه اللي احنا بنحبها صح فان شاء الله فانا سعيد في نهايه كلامي برضو معاك يا كابتن شادي بالحلقه الجميله بتمنى لك ان شاء الله التوفيق باذن الله وبالتوفيق باذن الله كابتن ياسر انا عايز اقول لك حاجه قدام الناس كلها انا بحبك انت راجل محترم 10 سنين طويله شرفتني ونورتني وببقى سعيد وانت موجود معايا بص يا كابتن شادي برضو في نهايه الكلام لازم نعرف اللي احنا اما بنيجي نتكلم احنا قلنا مش بتكلم انا ولا بتكلم رياء وانت عارف ان انا ما بقفش مع حد ولا ضد حد عندنا في النادي لكن المجلس الاداره اللي موجود حاليا بديله كل الشكر بامانه الناس اشتغلت والناس اجتهدت انا مش موجود على فكره في النادي الاهلي وانت تعلم ذلك يعني لكن انا بقول كلام حق وده واحنا برضو ان كانت حد عايز يوقع النادي الاهلي دي رساله مجلس الاداره موجود فيها بيأديها ايا كان مجلس الاداره موجود حاليا يجي بعد كده مجلس احنا ابناء النادي الاهلي اي حد يقدم في وقت بالظبط كده انا هو ده اللي احنا بنقوله هذه المدرسه بتاعتنا انا مره ثانيه كابتن ياسر شرفتني ونورتني وان شاء الله نكرر الحوار إن شاء الله مره اخرى دلوقتي كمان هنستقبل الكابتن جمال مساعد واحد من نجوم النادي الاهلي نساله كمان عن توقعاته لتشكيل منتخبنا ونتكلم كمان شويه معاه عن النادي الاهلي لكن نروح نشوف جماهير النادي قالوا لنا ايه وبعدها نستقبل نجمنا الكابتن جمال مساعد صفقات الحمد لله كلها حلوه ممتازه ولاعبين معروفين مشهورين يعني وهشام محمد ده اصلا اهلاوي يعني من الاول واحمد الشيخ معروف طبعا اهلاوي يعني رجعوا للاهلي الحمد لله وازارو برضو لاعب مشهور في المغرب كان ممتاز انا شايف الصفقات كويسه جدا بالذات صفقه اسلام محارب وشايف ان عوده احمد الشيخ هتدي قوه جامده جدا لدفاع الاهلي بس لا قصدي هجوم الاهلي انا اسف بس حسن استغلال بقى احسن من بدري ليه لان بصراحه شايفه عاش تجربه سيئه جدا 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 اول ما جابوه ما شاركش الا مباراه قليله جدا شايف بصراحه ان هو اضافه جامده جدا للنادي الاهلي بس لو النادي الاهلي استغله صح صفقات كويسه جدا واتمنى للنادي الاهلي التوفيق في دوري الابطال وانا متفائل جدا مع كابتن حسام البدري وحاسس انه هيعمل حاجه كويسه بالذات عوده رجوع احمد الشيخ وحاسس ان هو في بدايه يعني فتراته كان لسه بياخد على الجو والمباريات وكده بس انا دلوقتي شايف انه يقدر يلعب اساسي كمان ويقدر يعمل شغل كويس جدا مع النادي الاهلي ووليد ازار اتمنى له التوفيق برضو والاهم برضو اتمنى للمنتخب التوفيق يوم الخميس ان شاء الله انا شايف ان الصفقات كويسه والاهلي محتاج تدعيم الفتره القادمه بعد رحيل حسام غالي فالاهلي محتاج تدعيم يكون بديل لحسام غالي في الفتره الجايه يعني. والله انا شايف ان صفقات الاهلي محتاجها يعني هشام محمد هيعوض بنسبه كبيره حسام غالي والاهلي عنده وفره في نص الملعب ممكن كابتن حسام البدري يوظف حسب الموجودين بحس يسد النقص اللي هيسيبه حسام غالي بعد ما يمشي والله كويس الصفقات كلها كويسه والجهاز الفني بصراحه عامل مجهود كويس مع الفرقه وان شاء الله هناخد بطوله افريقيا صفقات موفقه ان شاء الله باذن الله وكلها بتخدم ان شاء الله الفريق وان شاء الله تحقق لنا فوز كويس وبطولات اكتر للنادي ان شاء الله صفقات الاهلي الجديده ممتازه في رايي وليد ازارو ده هيبقى افضل مهاجم في تاريخ مصر تمام هشام محمد كويس بس طبعا مش هيعوض حسام غالي طبعا تاني حاجه اسلام محارب طبعا هيبقى لاعب تكتيكي قوي جدا هنستفاد منه في مراكز كتير ثالثا احنا محتاجين قلب دفاع
عشان عندنا عجز بعد ما خروج احمد حجازي طبعا. باذن الله ربنا يوفقهم باذن الله ويوفق الجهاز الفني للصفقات الجديده، وان شاء الله باذن الله هو يوفق النادي الاهلي ودايما يمتعنا ودايما يمتعنا بالكوره ومتعنا بالمستوى الجيد والمستوى اللائق بيه كنادي افريقي وكنادي دولي. بالنسبه لوليد ازارو هيعوض مكان كوليبالي مشي وكده، هو محطه وسريع وفي نفس الوقت بيلعب براسه كويس برضه. والله صفقات الاهلي الجديده حلوه بس ناقصنا مدافع بعد رحيل احمد حجازي، يعني ناقصنا مدافع، لكن وليد ازارو والناحيه الهجوميه كويسه. يعني الصفقات بتاعت الاهلي كويسه وصفقات باذن الله الاهلي هيعمل بيها حاجه، وغير الصفقات اللي هي احمد الشيخ وحمودي الصفقات دي جميله جدا، وباذن الله هناخد بطوله افريقيا وهناخد البطولات الجايه باذن الله. والله انا شايف الصفقات الجديده كلها صفقات كويسه، وان شاء الله باذن الله هتعمل اضافه للاهلي بالنسبه لاسلام محارب وبالنسبه لاحمد الشيخ. عوده احمد الشيخ اضافه كبيره طبعا للنادي الاهلي، تمام، وانا حاسس ان شاء الله باذن الله هيكون هو الكارت الرابع على طول في كل الماتشات الجايه باذن الله ان شاء الله. نادي النصر الرياضي في مباراة ودية استعدادا لانطلاق الدوري العام المصري حصريا على قناة الأهلي. انتظرونا وتغطية خاصة للمباراة وكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 4 مساء على قناة الأهلي. سيدي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي يحقق رباعية نظيفة. سعد 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 مع الأهلي لحظة بلحظة. كل الأخبار والانفرادات الخاصة بالأهلي في أي زمان وفي أي مكان. ننقلها لكم يوميا وحصريا. الأهلي صوب أعيننا في النشرة الرياضية على قناة الأهلي. قام المهندس محمود طاهر دائما في قلب الحدث الأهلاوي. نور النادي الأهلي في كل مكان. النشرة الرياضية في الأوقات التالية على قناة الأهلي. طول عمرنا ما بنيأسش، ما بنخافش، بندور على الصعب ونروح له، عشان كده مفيش حاجة بتفرقنا.
للجميع. الآن دلوقتي فقرتنا الثانية على شاشة النادي الأهلي كابتن جمال مساعد. بس قبل ما ارحب بكابتن جمال مهم جدا يعني اتكلم عن استاذ جمال العاصي جملة سريعة. بقول له ألف ألف سلام على بنت حضرتك بتعمل عملية خطيرة شوية والحمد لله من ساعات قامت بالسلامة من العملية وفريق العمل بيبلغني دلوقتي. فبقول له ألف ألف سلام على ندى اللي هي قامت بالسلامة. واستاذ جمال عاصي واحد من الشخصيات المحترمه جدا. كابتن جمال برحب بيك ودايما بحاول في البرنامج يبقى كل ولاد النادي الاهلي معانا اللي مثلوا النادي الاهلي وحققوا معاه بطوله. ربنا يخليك يا شادي وكل سنه وانت طيب. طيب يا كابتن. كابتن جمال كنا بنتكلم بس هتكلم حضرتك بقى على منتخبنا الاول في شق اخر غير اللي احنا اتكلمنا فيه مع الكابتن ياسر ريان. اكيد حضرتك كنت سامعنا التشكيل المنتخب المتوقع لمنتخبنا الوطني ان شاء الله يوم الخميس. متوقع مين يبقى التشكيل وطريقه اللعب هي هي ولا لا؟ يعني برضو تكمل للكلام اللي كان متكلم مع ياسر. هو من الشكل ان هو الراجل ده ما بيغيرش كتير يعني هو بيحب يلعب بالطريقه بتاعته اللي هو الزون ديفنس ويلعب برضو على الهجمات المرتده. هو برضو ما عندوش حته اللي هو يهاجم ويكسب بسرعه يعني هو عنده حته الصبر ان هو يبقى صبور جدا ان هو يكسب في الفوز هيجي يكسب في اي وقت. ودي حاجه كويسه جدا ان انا بكون ابقى مدرب قاعد بره بلعب بسيستم معين او شكل معين عارف امتى ان انا ممكن اجيب جول امتى ممكن لو جه فيها جول اعوض امتى. هو بيلعب بشكل كويس جدا. انا بحب الشكل ده يعني بحب اللي هو اللي انا ما بلعبش على كل ما اسمع جمهور بيتكلم على حاجه المدرب ده لا انا بلعب بشكل. ودي حاجه كويسه جدا ان هو بيلعب بالشكل ده. حته ان هو يستعجل الفوز في اوغندا لا انا هو يعني حته الاستعجال ممكن تورطك في حاجات كتير جدا في الكوره. صح. انت رايح عندك فوز ان شاء الله ما خدتش الفوز التعادل برده مش وحش. لا انت بتلعب على الفوز ده في حاله واحده بس انك انت رحت في حسم انك انت النهارده لازم اكسب النهارده لو ما كسبتش هطلع. لا انا عندي 6 بونت الستة بونت دول انا لو لا اتعادل يعني اكسب كويس جدا اتعادل كويس جدا ابقى لسه برضو اول واشتغل على اللي بعد كده. صح. لكن استعجال في الفوز وخصوصا بره ملعبك لا انا احسن ان هو يبقى يلعب بنفس الشكل. هو ادرى واحد كمان باللعيبه اللي موجوده في الملعب. ممكن احنا ارائنا كلاعيبه كمدربين او كلاعيبه او جمهور بيبقى انت رايك بره ان انا عندي لعيبه تقيله جدا في الملعب انا ممكن استخدمها او احس ان هم ممكن يعملوا حاجات فرديه في الملعب. لا هو شايف ممكن يكون شايف غير كده. فدي بتعمل مشاكل بالنسبه للناس اللي بتتفرج وبالنسبه للناس اللي هي الجهاز الفني اللي موجود بيبقى قادر يوزن الامور بين التشكيله اللي موجوده في الملعب. كابتن جمال من وجهه نظرك انت متابع جيد للمباريات المنتخب كلها التشكيل المتوقع من وجهه نظرك ممكن يحصل فيه تغييرات انت متفق على السيستم لكن التشكيله من وجهه نظرك مين اللي يلعب؟ لا هو مش هيغير في التشكيل زي ما بقول يعني حراسه المرمى مثلا يعني في الحضري شريف احمد الشناوي. لا هو ممكن هي برضه الحضري. ممكن الحضري. يعني انا زي ما بقول لك برضه هو في المدربين الاجانب وخصوصا مصر الكبر ما بيحبش يعني هو من النوعيه اللي عنده حته التفاؤل. وعنده حته ان انا مثلا ممكن العب انا مثلا مجمع 30 لعيب في المنتخب او 20 لعيب او 24 لعيب على حسب ما انا بجيب المجموعه اللي هتبقى موجوده معايا. ممكن يكون في ناس مش موجوده خالص يعني هو مش عامل حسابها ان هتبقى موجوده في التشكيله احتياطي او هو يستفيد بيها. لكن هي خارج حساباته خالص. صح. لكن هو بيتفائل بيها ان هي تبقى موجوده. الجمهور طبعا بيبص لها حاجه ثانيه يعني في نقاد وفي مدربين بيقول لك الناس دي رايحه ليه؟ يعني هي مالهاش هو عامل حسابه ان هي اللعيبه دي مش هيحتاجها. ان هو في تيم معين 11 لعيب في ناس موجوده بره احتياطي
هو عامل حسابه مين اللي هيلعب ومين اللي مش هيلعب ومين اللي هيقعد ومين اللي بره خالص. واللي بره خالص بياخده لو هو لاعب لسه منضم حديث هو عارف. لا هو عارف. بس في نفس الوقت عشان يشركه مع المجموعه وياخد احساس تيشيرت منتخب مصر. هو بس شادي هو عارف زي ما انت عارف. انت عارف انت لعبت الكوره واحنا لعبنا الكوره انك انت بيبقى في ناس بتبقى موجوده بتبقى عارفه ان هي مش موجوده في مش هتلعب. يعني في ناس حتى في النادي الاهلي كمان. انت بتتكلم كلام الكوره اللي هو ايه دي الحقيقه. في يعني انت في ناس بتبقى فعلا موجوده في التشكيل بيبقى المدرب عامل حسابه ان هي مش موجوده مش في حساباته واللاعب بيبقى عارف. ولكن هو راضي هو خلاص هو راضي ان يكون في المنتخب وده حاجه كويسه ان انت تكون في المنتخب وهتلعب في افريقيا هتاخد بطوله يبقى شكل ليك حاجات كتيره يعني في طيب الاثنين سرد باكات انت قلت الحضري في حراسه المرمى الاثنين سرد باكات يعني معانا مثلا خط ناحيه اليمين هيبقى فتحي زي ما هو فتحي ناحيه اليمين والشمال فتح. الشمال هيبقى عبد الشافي الاثنين سرد باكات هيبقى حجاز وهيبقى رامي ربيعه لا مش هيبقى رامي لا سعد سمير سعد سمير طب وخط لا ممكن يكون ممكن يكون ممكن يلعب جبر مين جبر لا جبر مصاب يبقى انت بتقول لي اثنين سرد باك رايت احمد فتحي باك ليفت محمد عبد الشافي اثنين سرد باكات حجازي ومين ممكن ربيع وربيعه اثنين قدامهم ديفندر هيبقى النني النني ومين جنب النني طارق حامد مثلا ممكن تكون طارق رغم ان هو الفتره اللي فاتت كان لكن هو برضه ممكن لاعب طارق على اساس ان هو ان برضه زي ما بقول لك ان هو بيبقى موجود معاه كنوع من التفاؤل ان هو ان هي التيم ده هو اللي ماشي بيه من الفتره دي اللي هي الفتره السنه اللي فاتت او السنتين اللي فاتوا هو اللي حافظ طريقه اللعب بنفس الثلاثه اللي قدامهم هيبقى عبد الله السعيد وهيبقى عبد الله السعيد عبد الله السعيد وهيبقى تريزيجيه ممكن محمد صلاح طبعا محمد صلاح مين راس الحربه هو بحب ما هو انا مش يعني حته الراس عنده هي راس حربه دي مش مهمه عنده قوي مش عارف ليه بيعتمد على اللي جاي من تحت يعني هو بيعتمد ان هو السرعات اللي يبقى جايه من تحت يعني دي حاجه المفروض ان انا في دي بالذات ان انا لما بكون بدافع كويس قوي لازم يكون عندي فيرود يعني محمد صلاح يبقى بياخد ويخش جوه يعني هو معتمد ان محمد صلاح بيخش على رجلي الشمال وغطى عشان يشوط او يعمل حاجات بين انا بحس ان راس حربه عنده ما بقاش موجود مع ان هو الهجمات المرتده دي بالذات لازم يكون راس حربه جيد جدا ان هو في حته مثلا حته الهيدرز حته الاسبرنتات من وفي راس حربه بتبقى بتحتاجه بعض الماتشات محطه ده كمان ده خصوصا في الهجمات المرتده طب اقول لك انا حاجه فنيه هو بيعملها ما بيحط كهربا راس حربه هو بيتكهرب براس حربة لكن ما بقاش راس حربة صريح بينزل لتحت عشان يحصل اندفاع لمحمد صلاح وتريزيجيه ما هو بص يا شادي هو بيعمل ايه هو ما عندوش حتة ان هو معتمد على راس حربة لان هو اللي بيلعب براس حربة صريح بيعتمد على الطرفين يشغلوه يعملوه من الجناب هو ما بيعتمدش على كده هو بيعتمد الاثنين اللي في الاطراف كلهم بيخشوا جوه ضرب لينج بالكورة عشان يروح للجون او حد جاي من الخلف هو برضه حتة كهربا لو لعب راس حربة هو برضه بيحب كهربا ينزل يبقى عاوز واحد يدافع برضه يعني عاوز واحد يدافع مش عاوز هو حطه عشان سرعات بس عايز يقفل الماتش ويعتمد على الوقت الطويل زي ما حضرتك قلت اللي ممكن يجي هدف في اي وقت بالظبط كده طيب لو حضرتك المدرب ناقص راس الحربه دلوقتي هتلاعب مين عمرو جمال ولا كهربا ولا كوكا لا انا لو مدرب انا ما ينفعش اتكلم في انا مدرب العب مين انا بقول لك هو ماشي بشكل معين بسيستم هو ماشي بيه على طول طب السيستم بتاعه هيلاعب مين حضرتك تتوقع هو هيلعب اكتر واحد ممكن يلعب كهربا عشان هو بيحب ان هو ينزل نص الملعب يدافع عشان الناس تيجي من الخلف انا بختلف في دي فيها لكن هو بيحبها كده هو بيحبها كده انت عايز يعني راس حربه صريح انا عاوز راس حربه صريح عايز راس حربه صريح يوقف لي سرد باكين لان انت كده ممكن تخلي سرد باكين لو كرتهم كويسه بيخلوك تنزل نص الملعب غصب وتنزل ال 18 وتبقى انت شكلك في الدفاع مضغوط على طول صح. لكن انت لو بتلعب براس حربه صريح راس حربه صريح ما بيحبش ينزل في نص الملعب بيحب يروح فين يبقى واقف في ال 18 عشان مستني واحده تجيله صح لكن كهربا طبيعه لعبه ايه؟ طب كهربا لو لعب راس حربه يعمل ايه؟ هيروح ناحيه الشمال كتير طيب اللي انا عايز اقوله لحضرتك وحاجه دايما كنا بنكلم الجماهير فيها ونوعيها قبليك الكابتن ياسر كان معترض على سيستم اللعب بتاعه بقول انا متحفش شويه على اداء مستر كوبا حضرتك بعديه رحت جاي قايل ايه؟
قلت لا انا عاجبني طريقه اللعب في الظروف الحاليه المتاحه بالنسبه لي. فهنا اللي احنا بنقوله زي ما كنا بنقول بقى قبل كده، لو ادينا لعشر افراد ورقه وكل واحد يحط تشكيل، العشرة هيبقوا مختلفين، هيختلف. فمن هنا نسيب المدير الفني. ما هي دي المشكله. المشكله ان كل اللي موجودين في بره الملعب بيتفرجوا بشكل، كل واحد بيتفرج بليه شكل، بيتفرج بحاجه بعينه هو. صح. لا انا ماليش دعوه، انا المفروض ما اتكلمش للراجل ده. انا دلوقتي بص، ممكن انا اكون مدرب مش كويس واحنا عارفين، ولكن انا انتاج ماشي. احنا بقى لنا كام سنه، سنه 90 ما رحناش كاس عالم. سيبوا بقى قبل كده ما حصلتش ان احنا مشينا اول، يعني عمرنا في التصفيات ما كنا اول، مشينا اول فترات وبعد كده رحنا تاني وبعد كده وقفنا على يعني مباراه الجزائر بس بعدنا. انت شكلك كده كل الجماهير والنقاد والناس اللي عاملين والناس الموجوده كلها بتقول ايه؟ المدرب يعني بيلعب بشكل، يعني عاوز ان انت منتخب مصر يبقى هو اللي بيهاجم على طول، وهو بيروح للجون على طول، وهو بيضيع على طول. لا، الكره مش كده. انا بقول طالما انا محظوظ كمحظوظ وما بحطش بقى برامج تدريب ولا بحط اي حاجه، انت هتغير ايه؟ يعني جمال مساعد ولا شادي ولا ياسر ريان ولا اي حد بيتكلم بره، انت ما بتغيرش حاجه، انت بتضر المدرب. لان يعني كتر الكلام الكتير، كتر الكلام بيخلي المدرب بيتشتت. هو الراجل ماشي كويس، عنده 6 بونت، فدول له 3 4 ماتشات وربنا يكرمنا ونروح كاس عالم، سيبه. لان يعني احنا مش هنغير له حاجه. ولا هو عايز اسالك على احساس شخصي عندك بامانه، انت متفائل هنروح كاس عالم؟ بص، زي ما انت بتيجي كده، النهارده مفيش جوال، مش هيجي النادي الاهلي، مش هيجيب جول في يوم اللعيبه تبقى الاحساس عندها ده خلاص. لا، واحنا مش عايز مش هيخو زي الماتش اللي بتاع الاردني ده. النادي الاهلي مش هيجيب فاصل، مش هيجيب النادي، مش هيجيب جول خلاص. انت عارف اول خلاص. مره في حياتي اتفرج على النادي الاهلي، وعرفت من بدري، وكان معايا مجموعه من اصدقائي، الكوره بتاعت صالح جمعه اللي جت في العارضه الشوطه، الطبيعي اللي هي تدخل، فجت في العارضه، فده توقيت الهدف. انت عشان ترجع للمباراه لازم ده توقيت الهدف. لا انا بقى مش عايز. انا كان قاعد محمد ابني جنبي، قال لك ايه؟ اول ما الهدف جه فينا قلت له خلاص، مش بقى لما ضيعنا. ليه بقى؟ خلاص، مع ان احنا لما نتفرج على النادي الاهلي مش ده، لا مش لا ده مشاعرنا خالص، احنا بنستنى الاهلي لغايه. لا لا، انا بقى قلت لمحمد، قلت له محمد بص، النادي الاهلي مش هيكسب النهارده. يعني في انت بتيجي تتفرج على الكوره، الكوره النهارده ها جول ما دخلتش، تقول ايه؟ لا ده كده خلاص. لا، انا من اول ما جاب جول خلصت. ده في هجمه الشوط الثاني، عشان حضرتك بقى جبت سيره الفيصلي، في هجمه الشوط الثاني على 4 مرات تروح شوت وترجع وتروح كورنر وتروح الناحيه الثانيه وترجع تبقى سهله وترجع تبقى خلاص باينه، زي ما حضرتك بتقول هو ده وارد في الكوره. على عكس اللي انا هحكيه لك دلوقتي، وهنتقل بحضرتك للنادي الاهلي، مباراه الكاس الاخيره كان قاعد جنبي محمد الشناوي، وقدامي كان اعتقد حسين السيد ومروان محسن والباقي باسم وبقيه اللعيبه كلها قاعده اللي كانوا بره ال 18 وقاعدين. لقيت محمد الشناوي بالظبط يا كابتن زي ما بحكي لك كده، والله ده اللي جال الهدف. انت في احباط، ومروان عامل صليبي، نط من على الكرسي من الزعل، عمل نط بجد. انا قاعد بحاول اكون متماسك، ما بعرفش اتفرج ومتوقع النادي الاهلي يجيب جون في اي لحظه، من هو مسيطر وبيضيع. لقيت محمد الشناوي قاعد زي ما بكلم حضرتك عامل بيبص لي، قال لي يا كابتن هنجيب جون. قلت له يا عم احنا خسرانين وفي الشوط الثالث، هنجيب جون ازاي؟ انت بتتكلم ازاي؟ ما هو الاداء كمان جال بعض الوقت، محتاجين الكور المشتركه تبقى اجمد من كده، الروح تبقى موجود. راح جاي لقيته بيكررها لي تاني قاعد كده، ومحمد الشناوي اكيد سامع قاعد كده، يا كابتن الجون جاي صدق، مفيش 3 4 دقايق والجون جه. اما قال لي التاني هيجي، انا بحكي حاجه هو. فساعات وانت تقعد كده كابتن زي ما حضرتك بتقول، تقعد تفكر، ثقتك في الاهلي ملهاش حدود، خصوصا مباراه الكاس ده، احساس كتير عند ناس كتير وهم قاعدين، وانت بتسمع بقى قاعدين مش كتير في الماتش، لكن الاحساس على عكس ما انت قلت في المباراه دي. المباراه دي كان احساسنا كده، لكن مباراه المصري في نهائي الكاس كان في يقين وثقه حتى على اللعيبه اللي بره ال 18. كان بيحصل ايامكم نفس الكلام ده كابتن؟ ايوه، كرة هي بتاعت 100 سنة، وهو النادي الاهلي اللي بيكسب في دقيقة 47 و48 و45 و42. ايوه، هو النادي الاهلي. فاكر ماتش ليك وحصل فيه كده؟ متذكر اي ماتش؟ حصل ان احنا ما مش عارف نخش الهدف، لا الهدف جه في الدقيقة الأخيرة، متذكر هدف ما يتنسيش مع جيلكم؟
كنا بنلعب الاسماعيلي في اسماعيليه وكنا ماشيين وحش جدا ساعتها النادي الاهلي، وكان الاسماعيلي كانت فرقه تقيله جدا وجبنا جون في كنت انا في الملعب ساعتها كنت بلعب وكنت انا عندي احساس ان احنا هنكسب وجبنا جون وكسبنا اسماعيلي في اسماعيليه في الاخر في اسماعيليه في دقيقه مش عارف 42 او 43 بالطن الثاني بتحصل. انا عاوز اقول لك على حاجه ان حته انك انت بتبقى قاعد احساسك بره الجمهور كله قاعد عنده احساس ان النادي الاهلي بيجيب جول في اي وقت، لان هي دي طبيعه النادي الاهلي ان بيجيب جول في اي وقت. لكن انا بقول لك انا احساسي الشخصي لا، في اوقات كده بتبقى عندك احساس ان يعني هي خلاص عارف ايه احساس اللاعب برضو اللي لعب ولبس في النادي الاهلي بتبقى مختلفه عن الجماهير. لكن احيانا في لاعب انا منهم بيشجع زي الجمهور بالظبط، فممكن اعمل مشاكل لنفسي وازعق واقوم وتتفاعل مع اللعب. في لاعب تاني بيبقى هادي، بس في الاول وفي الاخر اللاعب بيبقى عارف القدرات الفنيه هتقدر ولا مش هتقدر. هي بص يا شادي، هي زي ما بتقول القدرات الفنيه. بص انا ممكن ابقى قاعد بتفرج على المباراه بعمل ايه بقى؟ انا بشوف ان النادي الاهلي او الفرقه دي بتروح بالعافيه، هقول لك لا الفرقه دي مش هتجيب جول، بتروح عارف يعني ايه بتروح بالعافيه؟ وفي فرقه في تاني النادي الاهلي بيروح بايه؟ بيلعب فرقه تقيله، لكن التكتيك اللي شغال واللعيبه اللي موجوده واقفه على رجليها واللعيبه حاسه ان الناس موجوده ان هجيب جول، عكس انك انت مش قادر توصل لكن بتوصل يعني بتروح بتضيع. لا احنا بنحسها كلاعيب الكوره ان لا ده احنا بنروح بسهوله، يبقى هنا هتجيب جول كتير. عارف الاحساس اللي كان عندهم ليه؟ بسبب نقطتين. عشان كويس ان انت اتكلمت في النقطتين دول عشان ندي الناس حقها. النادي الاهلي في الشوط الرابع اللياقه البدنيه بتاعته كانت عاليه جدا، على عكس لما تبص لعيبه المصري كانت كلها واحد ورا واحد اجهاد عضلي، وحد الخلفيه حد الاماميه كل دقيقتين ثلاثه. في منها اللي كان بيدعي الاصابه وفي منها اللي كان حقيقي موجود. يعني محمد شامي شفته اكتر من ثلاث اربع مرات رفع ايده للجهاز الفني. النادي الاهلي عمل بقى الكويس اللي كان المفروض يبتدي بيه المباراه من وجهه نظري انا، اللي هي المباراه بقت في نص الملعب الخصم، ودي اللي هتديك الافضليه. طول ما انت ضد نص الملعب الثاني وبتروح انت خلاص ضغطت. انت بص، انت طول ما انت واقف على رجليك بدنيا صح، انت بتعمل ايه؟ بتضغط الفرقه في نص ملعبها. طب انا دلوقتي عشان انا دافع كويس، فرقه النص عشان ادافع كويس اعمل ايه؟ هدافع كويس. طب انا لما بدافع بتعب. طب لما تجيلي الكوره بقى هعمل ايه؟ هعمل ايه وانا تعبان بدنيا؟ مش هقدر اشتغل، مش هقدر اعدي نص الملعب خلاص. هي البدني هنا بيفرق في الاوقات اللي هي الاضافيات للفرق الثقيله، هنا انا واقف على رجلي بدنيا ولا لا؟ وده اللي ساعد النادي الاهلي طبعا. طبعا غير كده نروح النادي الاهلي نروح مكسب، نروح فوز، عاوز يكسب، عاوز حاجات كتيره جدا يعني مش هتلاقيها في اي نادي ولا في اي فرقه ولا في اي. بس انا عاوز برضه اقول لك حسن مدرب كويس قوي، دي حقيقه، لان هو بيلعب برضه يعني انت بص يبقى ايه برضه احنا برضه كلاعيبه الكوره اللي بنعرف الكلام ده، ان كل لا انت يعني مثلا في كور بتتشات شوت جامد بتتشلت زي ما بيقولوا بالبلدي او تشتيت، يقول لك ايه ده راحت لمين؟ ده راحت لفرقه المصر. لا ده حتى الكره اللي بتطلع من رجل الولد من اي لعيب السرد باكينه او الباكينه الجامده دي متمرن عليها. ان انا ازاي وانا بطلع وانا بدافع الكره تطلع لواحد من عندي. دي حاجه طبعا مش بعشوائيات، يعني مش بعشوائيات، في شغل. يعني في حاجه ثانيه بيعملها ان انت عندك الاثنين اللي في الاطراف، العارفين اللي في الاطراف بيعملوا ايه؟ بيستلموا ازاي شادي؟ الاثنين الطبيعي ان هو بيقعد واقف واحد على الخط واحد ثاني على الخط في الاطراف خالص. تمام. الطبيعي لما بيجي يستلم نص الملعب اول ما بيستلم السترد باكين بيستلم الكره، ايه اللي بيحصل للاثنين دول؟ يقرب الطرفين. هو ما بيخليهمش كده، هو بيخليهم فاتحين. لا ده بيعمل ايه بقى؟ لا ده الناس كلها بتعمل كده. الناس حتى فرقه الاردني دي تعبت النادي الاهلي ليه؟ عشان الاثنين اللي في الاطراف بيخشوا يلعبوا جوه قلب الملعب. كذلك حسن بيعمل كده، بيخلي الاثنين اللي في الاطراف يعملوا ايه؟ ينزلوا يستلموا في نص الملعب بين الديفندر وبين الهاف. يبقى البكرات اللي ماسك الراجل دوت بيعمل ايه؟ الراجل ده سبق ودخل جوه الملعب. البكرات بيعمل ايه؟ الطبيعي يعمل ايه؟ هيدخل معاه. الطبيعي يدخل معاه. لا ما كانش حد بيخش معاه، فينزل ياخد يعمل لك زياده، يعمل لك زياده عدد يستلم. عملت انا في الممتاز مع عبد الجليل لما كنت ماسك فرقه المقصه فرقه عشان يديك افضليه في وسط الملعب. انا كنت بعمل ايه؟ انا جبت الباك رايت كنت بدخله يروح يستلم من الناحيه الشمال. لان من رابع المستحيلات ان الراجل الباك ده هيمشي معاك لحد ما تروح نص الملعب جوه، هيتفضي مكانك. بس على طول بلعب ايه؟ 4-3 على طول. بيديك افضليه في وسط الملعب. الديفندر بقى بيعمل ايه بقى؟ الديفندر بيعمل ايه؟ الديفندر بيعمل ايه لما الباك ده يروح يستلم؟ الديفندر ده يجي هنا شويه.
عشان الباك ده لو طلع هو يقف مكانه ويستلم مكانه. كابتن المشوار الافريقي للنادي الاهلي متفائل ان شاء الله زي ما انت متفائل بالمنتخب؟ هو 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 جامد يعني. ماتش الترجي ماتش جامد ماتش صعب وخصوصا ان هي فرق من فرق تونس المغرب الفرقه دي ماتش هيبقى صعب جدا لكن ان شاء الله انا اعدي ان شاء الله. ضربه البدايه في الدوري العام امام طلاع الجيش بتبقى رساله لكل الفرق اللي انا حامل اللقب ومحقق الدوري قبلها باربع اسابيع لازم ابتدي بدايه قويه تبقى رساله لكل الفرق؟ لا امال ايه؟ لا انا بص النادي الاهلي النادي الاهلي يعني افرض النادي الاهلي خسر ما خسر ايه المشكله؟ ده هيضيع الدوري؟ لا يعني انا يعني هي دي البدايه ديت معلش في الفرق اللي هي يعني بتلعب ايه المراكز اللي هي من الـ من الـ من ال 11 للرابع للخامس الفرق اللي هي مش متعوده على البطولات يعني لازم النهارده انت كنت لما كنت بتلعب في الكروم وانا كنت بلعب في لعبت في الاتحاد كنا يقول لك يا جماعه ما يخشش فينا جول اول ربع ساعه. طب وبقيه كل محاضره كل محاضره اول ثلث ساعه دي كل محاضره اول ثلث ساعه في ورا النهارده ما انا بقول لك النهارده هنعمل ايه؟ عدي النادي الاهلي انا اتجننت. لا عدي النادي الاهلي مش اول ثلث ساعه اول 35 دقيقه يقول لك يا جماعه احنا بنلعب النادي الاهلي النهارده عدي اول ربع ساعه ثلث ساعه خدنا طب والباقي ونيجي نتغلب برضه فلا لا النادي الاهلي ونادي الزمالك والنادي الفرق اللي هي الثقيله ما فيش حاجه اسمها بدايه ليها ونهايه ليها صح. دي فرقه بتلعب على يعني على انا بقول لك ده لو خسر 10 مباريات ده انت فاكر لما كان ده كان في نادي الزمالك كنت موجود فرقه 13 او 14 بونت كنت موجود حضرتك مع الجيل ده. طب انا اقول لك على حاجه ده احنا في مره كنا النادي الاهلي كان ال 13 في الدوري ال 13 وايه اللي حصل؟ نهيته ايه؟ لا ده انا هنا رأ انا هنا ثالث وخدنا كاس مصر يعني كان خلاص بقى الدنيا خلاص ان هنا ثالث دوري وخدنا كاس مصر كسبنا الزمالك نهائي في نهائي كاس مصر 2-1 بجون طارق بوزيتا جولين بتوع ايمن شاوي جولين ايمن شاوي الكابتن الوقت جري مع حضرتك بسرعه شرفتني ونورتني ومره ثانيه ببقى سعيد جدا جدا كل ولاد النادي الاهلي موجودين ده بيتكم تشرفونا اي وقت فبنحاول كل لاعبي النادي الاهلي يبقوا موجودين معانا وانت واحد من الشخصيات المهذبه جدا المحترمه بتشرف والله بيك يا كابتن انك تبقى موجود معايا شرفتني ونورتني حبيبي يا شاد ربنا يخليك بشكرك شكرا جزيلا كمان معانا تقرير ثاني عن الشارع الاهلاوي ونروح نشوف الجماهير قالت لنا كمان ايه دلوقتي وبعدها استقبل الكابتن محمد عادل والكابتن مايا ممدوح وقصه حب اهلاويه. بإذن الله ربنا يوفق الجهاز الفني وبإذن الله دايما الأهلي متصدر أفريقيا ودوليا فطبعا على طول هو بيبقى متعنا بالبطولات اللي بياخدها وإن شاء الله بإذن الله ربنا يوفقنا ودايما على طول متصدرين في أفريقيا بإذن الله. يعني صراحة الماتش كده صعب يعني ومحتاج تكتل ومحتاج يعني خطة قوية جدا يعني إلى الآن كويس إن شاء الله وربنا يوفقنا مع الترجي إن شاء الله ونفوز عليه يا رب إن شاء الله. مشوار الأهلي في أفريقيا إن شاء الله لازم الترجي فريق هجومي جدا لما شفناه إن هو خد البطولة العربية لازم نركز على الدفاع أكتر حاجة نلعب على الهجمة المرتدة. معروف الأهلي نادي القرن وبطل أفريقيا مفيش بلا منافس يعني ان شاء الله الدوري للاهلي ان شاء الله بس اهم حاجه التركيز واللعيبه رجاله وانا عارف ان هم هيقدروا ان شاء الله يعملوا حاجه في افريقيا وان شاء الله نعمل حاجه قصاد الترجي هناك يعني اقل حاجه نتعادل هناك او نكسب ان شاء الله وهنا ان شاء الله هنقدر نكسب يعني وسطهم في اللعيبه والجهاز الفني والجمهور ان شاء الله. والله باذن الله الماتش اللي جاي ماتش حاسم طبعا وماتش مهم جدا لازم الاهلي يقف فيه احنا يمكن على طول كعبنا عالي على الترجي وعلى طول بنكسب الترجي بس يعني عايزين يعني ما نخشش بكده نخش واحنا متفائلين وفي نفس الوقت نبذل مجهود عشان خاطر ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله. يعني لو كمل في اداء نفس اداء اللي كان في الدوري المصري بس يعني احسن شويه طبعا هيأدي اداء ممتاز يعني ان شاء الله. هو ان شاء الله يعني ان شاء الله باذن الله هنصعد بس للاسف الترجي قوي جدا يعتبر اقوى فريق في افريقيا طبعا في البطوله العربيه خدوها وكده. لا
بس ان شاء الله باذن الله نصعد. باذن الله الاهلي بالمستوى اللي هو بيلعب فيه دوت ومستوى اللعيبه وبروح الفانيله الحمراء وبالعزيمه والجمهور والدعوات الملايين باذن الله نكسب الترجي في اول ماتش باذن الله كسب. الأهلي يواجه نادي النصر الرياضي في مباراة ودية استعدادا لانطلاق الدوري العام المصري حصريا على قناة الأهلي. انتظرونا وتغطية خاصة للمباراة وكواليس قبل وبعد المباراة. استاد الأهلي غدا الساعة 4 مساء على قناة الأهلي. الأهلي فوق الجميع. أهلا بكم شاهدي قناة الأهلي في كل مكان. الأهلي يحقق الرباعية النظيفة. ساعد 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 مع الأهلي لحظة بلحظة. كل الأخبار والانفرادات الخاصة بالأهلي في أي زمان وفي أي مكان ننقلها لكم يوميا وحصريا. الأهلي صوب أعيننا في النشرة الرياضية على قناة الأهلي. قام المهندس محمود طاهر دائما في قلب الحدث الأهلاوي. نور النادي الأهلي في كل مكان. النشرة الرياضية في الأوقات التالية على قناة الأهلي. الآن كثيرة هي قصص العشق التي نشأت وترعرعت داخل جدران القلعة الحمراء، وكانت أروقتها وملاعبها شاهدة على هذه القصص والحكايات والتي اكتملت بالنهاية السعيدة ونتج عنها أجيال عاشقة للكيان جاهزة لاستكمال مسيرة الأب والأم في خدمة المارد الأحمر في مختلف الألعاب وإسعاد جماهيره الغفيرة في مختلف الأنحاء. ضيفان اليوم هما بطلي أحدث قصص الحب والارتباط التي تكونت داخل جدران القلعة الحمراء، فالعريس هو محمد عادل نجم الكرة الطائرة، أما العروس فهي نجمة سيدات الكرة الطائرة مايا ممدوح، نجلة المدرب الأسبق للفريق الكابتن ممدوح إسماعيل،
ويحل الكابتن الأهلاوي على برنامج الكرة والجماهير من أجل الاحتفال بارتباطهما مع الجماهير العاشقة للكيان ومعرفة كيف نشأت قصة الحب بينهما والدور الذي لعبه حب الأهلي في التآلف بين قلوبهما وأحلامهما خلال الفترة المقبلة وغيرها من الكواليس التي يكشف عنها الثنائي. فتابعونا. حضراتكم من جديد ودلوقتي فقرتنا الأخيرة أتمنى أن هي تعجب حضراتكم خصوصا في ظل الصراعات اللي موجودة كتير جدا وكامل كتير بندور مع فريق العمل يبقى في فقرة لايت كده خفيفة للسادة المشاهدين وكل الأهلوية. عندنا في النادي الأهلي حاجة مختلفة عن الجميع، الألعاب الجماعية ليهم مكان بتاعهم، مكان متميز، بنتكلم سلة طايرة يد، الكل بيبقى موجود، في أكتر من 30 زوج وزوجة في النادي الاهلي. معانا النهارده احدث اثنين، الكابتن محمد عادل نجم كره الطائره. كابتن محمد برحب بيك. برحب بيك كابتن شادي، اهلا بيك. ربنا يخليك. كمان الكابتن مايا ممدوح نجمه كره الطائره، برحب بيك. ازي حضرتك؟ قصه الحب النهارده الاهلاويه ابتدت منين؟ مين اللي هيبتدي؟ هسيب لكم انتوا الخيار. اهو هو ابدا. انا قولي الحقيقه وهوقع في النص. لا بلاش توقيع، بس بلاش توقيع. اتفضل يا محمد قول لي ابتدت ازاي. انا قبل ما اجي للنادي الاهلي كنت عارف مايك وبشوفها كتير. شوفها فين؟ في الماتشات وكده. وهي كانت بتيجي سموحه منتخب مصر. مع منتخب مصر ومع منتخب مصر والنادي الاهلي. كانت بتيجي مركز اولمبي كتير متجمعه هي هناك، كانت في المنتخب الاصغر مني، المنتخب الناشئات. معلش انا اسف على المقاطعه، بس احنا خطوه خطوه عشان الناس تعرف المركز الاولمبي، عشان في بيبقى في معسكرات هناك بشكل كبير لكل الفرق الجماعيه. فعلا هناك في المركز الاولمبي، فكنت بشوفها هناك كتير وشفتها بتلعب ماتشات كتير. كانت بتيجي في ساعتها ما كنت بلعب في سموحه، كانت بتيجي سموحه هي بتلعب كتير فشفتها. فلما جيت الاهلي بقى كنت بشوفها دايما على طول في النادي، عشان هم التمرين بيبقى الساعه 6 غالبا وانا بنبقى 8 او 6، هم بيتمرنوا في استاد صغير واحنا في استاد كبيره. فتعرفت عليها بقى من ساعتها كده وبدانا اتكلمنا مع بعض وبس كده. طيب اللي حكاه ده صح ولا غلط؟ لا صح. طيب اول مره كلمتوا بعض كان فين؟ كان في النادي. كان في النادي الاهلي. هو اللي جالك قال لك ايه؟ اكيد هو اللي جالك. لا كان هو واقف مع كابتن كده وانا كنت بسلم بس، فسلمت عليهم كده وخلاص. قال لك ايه؟ لا سلمت عليهم. ازيك عامل ايه كده؟ سلمنا عادي، اتكلمنا مع بعض عادي يعني، ما كانش فيه اي حاجه. فبدات بقى الكلام من الوقت ده، ففضلنا نتكلم مع بعض كتير لحد بقى ما اتخطبنا. طيب بس اللي انا عايز اعرفه منك دلوقتي، اول مره فتح الموضوع الخطوبه اللي هو عايز يرتبط بيكي كان امتى؟ كان بعد ما رجعت من الصين. رجعتي منين؟ من الصين. الصين. من الصين. كنت في بطوله هناك؟ في بطوله عالم. هو كان متابع؟ اكيد كان بيطمن عليك. اكيد. قال لك ايه اول ما رجعت؟ قال لي ان هو عايز يكلم بابا بس. اكيد اخدته مكافاه ولا حاجه في قلبك. وبعدين قال لك عايز اكلم بابا؟ راح كلم بابا قال له ايه؟ لا اساله بقى، ما كنتش قاعده. لا انت لازم تقولي لنا، انا عايزك انت اللي تحكي. ما كنتش قاعده في القعده دي. رحت قلت ايه؟ اول حاجه كلمت الكابتن ممدوح. قلت له يا كابتن ممدوح انا عايز اجي اقعد مع حضرتك. كلمته قعدت معاه، كان عندي يوم اجازه، احنا بناخد غالبا تلات وجمعه اجازه. تمام. فجيت يوم الثلاث كان عندي اجازه، فروحت قعدت معاه. حكيت له ان انا عايز اتقدم لمويه وكده، فقال لي مرحب بيا طبعا. يعني قال لي كلام جميل يعني. مش يعني قال لك ايه؟ قال لي انا ليا الشرف طبعا، انت انسان محترم وكده، مش هينفع ما جيت في نفسي يعني. فقعدت اتكلمت معاه، حكيت له ظروفي، حكيت له كل حاجه عن اهلي، حكيت له عن نفسي، طموحي ايه، ايه اللي في دماغي انا واعمله الفتره اللي جايه.
بس وحددت معايا يوم ان انا اجيب اهلي في اليوم اللي فيه الصور دي ورحت قرينا فاتحه هناك وان شاء الله الخطوبه هنعملها يعني من اسبوعين لثلاث اسابيع كده. محمد عايز اقول لك الحاجه بس قول لي بصراحه ما قالكش عندك شقه فين؟ لا سالوني اكيد عندي شقه فين؟ لا لا قلت لهم والله قلت لهم انا شقتي في اسكندريه وكده يعني انا وشغلي اصلا ليا بلعب في شركه امك البترول هناك شغلي في اسكندريه بس انا دلوقتي بقيت بلعب في الاهلي يعني بقيت مقيم بقى في القاهره اسكندريه دي بروح كل فين وفين بصراحه كل ما بروح اشوف اهلي. اسرتك في اسكندريه؟ وسيب اسكندريه يعني كل اسبوع اسبوعين انزل اسكندريه لازم اشوف اهلي عشان والدي ووالدتي دول كل حاجه في حياتي بصراحه يعني هم يعني ممكن ما يحسوش بكده بس هم كل حاجه في حياتي يعني يعني ما انا مش ماشي اصلا الا بدعائهم بس وربنا يديهم الصحه يا رب. بس طب انا هضطر اسالك بس اوعى تقولي هو اللي هيقول بقى مامته اول مامه محمد اول ما اتكلمت معاكي قالت لك ايه؟ لا سلمت عليا وقعدت يعني تسالني انا في كليه ايه والكلام ده بس هي يعني ست جميله جدا وانا بجد حبيتها يعني ما كانتش جايبه معاها لوز ولا بوند ولا لا لا كنا جايبين كناف. طيب كان معايا في حلقه في حلقات قبل كده قلنا نشوف ردود فعل الجماهير وردود فعل الفقره دي خصوصا ان قصه الحب بتنشا جوه النادي الاهلي. كان معايا قبل كده الكابتن حمدي الصاف اكيد انت عارف. ايوه طبعا اكيد انت طبعا مدربه كابتن حمدي من الشخصيات المحترمه. طبعا والنادي الاهلي في المربع اللي هناك ده من عند بوابه المعلمين الكل بقى في عند العصير بقى الكل بيبقى قاعد قبل التدريبات. ايوه في حته فعلا هناك ما كانش بيهرب من التمرين ويجي لك ولا لا قولي الحقيقة لا مش عايزة تقولي كده عشان المدربين هيركزوا وانت لا لا بس هو بصراحة احنا في النادي الأهلي التمرين يعني أنا لما كنت بلعب في سموحة أنا من أبناء سموحة بصراحة أما جيت نادي الأهلي يعني اللي ما لعبش في النادي الأهلي بصراحة ما لعبش رياضة خالص يعني النادي الأهلي تمرين غير أي نادي التزام في التمرين روح في التمرين قتالية في التمرين يعني في الماتش لما نكون خسرانين عندنا الروح اللي احنا نكسب دي مش في أي نادي تاني بصراحة يعني دي ثقافة الفوز يعني اما جيت النادي الاهلي حسيت بكده وانا كنت بلعب في منتخب مصر من عندي 23 سنة كنت في 2013 في منتخب مصر اتجمعت البحر المتوسط فبقى عندي روح الفوز اللي انا عايز اكسب كل حاجة فالنادي الاهلي طبعا لما جيت النادي الاهلي صممت ان العب في النادي الاهلي رغم ان انا اهلاوي على فكرة وانا استطلعت شهادة ان انا زملكاوي مصر كلها اهلاوية مصر كلها فعلا والله اهلاوية فصممت ان اجي النادي الاهلي مع كابتن ميدو مسلحي شخصيه جميله جدا ومدير فني على اعلى مستوى جيت النادي الاهلي وعندي طموح ان انا احصل معاهم كل البطولات احقق كل البطولات في النادي الاهلي. طيب ما اسالك في حاجه يعني انا عايزك تتكلمي انا شايفك مكسوفه لا خليني اقول لك حاجه بصراحه وانا دايما بقول لكل ضيوف الجمله دي احنا اللي ضيوف عليك ودي قناه كل ابناء النادي الاهلي وكل ولاده ما تتكسفيش من اي حاجه تكلمي احنا فقره خفيفه يعني انا عايز اقوله كابتن حمدي الصافي حققته كمان زي ما محمد بيتكلم على مستوى الطايره رجال بطوله افريقيا حاجه مشرفه وحاجه محترمه كابتن حمدي الصافي عامل شغل محترم معاكم ايوه طبعا يعني خدنا هو مسك من ثلاث سنين ثلاث سنين خدنا لحد دلوقتي سبع ثمان بطولات انا عارف ان هو قريب منكم رحتي قلتي له محمد لا محمد اللي قال انا اللي قلت له انا قريب من كابتن حمدي جدا خلي بالك لو هو ما قريبش لا 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 كابتن حمدي اصلا هو اسكندراني فهو طلع من سموحه وجه يعني وعارفه او عارفني فانا لما بيجي اسكندريه بقعد معاه طبعا كابتن حمدي يعني هو مثل اعلى يا بص النجوميه لازم تبقى شامله كل حاجه ايوه فعلا كابتن حمدي الصافي بنتكلم عليه وهو بيلعب حاجه مشرفه وحاجه محترمه بنتكلم كمان عليه في الاخلاقيات فعلا. وانت بتقعد معاه كده يعني قد ايه اخلاقه العاليه بيجبرك كمان على احترامه اكتر واكتر فعلا. واكتر الامانه فعلا انا لما كنت هو اخر مره كان في اسكندريه قعدت معاه بصراحه عرفته ان انا هخطب مايا قلت له قلت له سالته عليها شقل فيها بصراحه وقال لي الف مبروك وربنا يتمم لك بخير وكده حتى لما جيت النادي الاهلي هو اللي كلمني ان انا اجي النادي الاهلي وقال لي تعالى وانا معاك عايزك تكمل مسيرتي يعني هو كان طالع من سموحه واتجوز من النادي الاهلي برضه وانا ماشي نفس الخطوات انا ماشيها برضه مايا اكيد جم زاروكوا في البيت
وجاب زي ما هو قال اسرته وموجودين واتكلموا. الانطباع بقى عندكم بعد ما مشي محمد قالوا لك ايه؟ لا بابا، ما هو بابا كان قاعد معايا وماما كمان كانت قعدت معايا قبل كده. قالوا لك ايه؟ ما خلاص بقى الموضوع رسمي، قالوا لك ايه في البيت؟ لا قالوا لي ان هو يعني محترم وكده وبني ادم كويس. بس انت شايفه فيه ايه صفاته الكويسه والصفات اللي انت ممكن تتضايقي منها؟ لا انا اتضايق منها الاول. قولي. ان هو عصبي شويه، مش شويه هو كتير يعني. والصفات الكويسه؟ لا كل حاجه بقى. اكيد وانت في النص كده بتتكلم وبتتعرف ما بتبقاش، خصوصا انت بتقولي انا تقاعد واسرتك في في اسكندريه، ما بتسالهاش اخبار الطبيخ ايه؟ سالتها والله؟ مفيش خالص. سالتها مفيش خالص. شكلك حاجه. هو الاكل كله هيبقى تكوين من بره. والله. قلت لها ايه؟ قلت لها بتعرفي تطبخي؟ قالت لي هتعلم. تعلمي ايه؟ انا اكل كله من الشارع. فقالت لي هتعلم والله قبل ما نتجوز كده فتره، بس كل ده كلام فعلا يعني. ليا واحد صاحب لسه متجوز، فكنت معزوم عنده من يومين وثلاث ايام، مراته عملت لنا بطاطس بالسوسيس، كنت جاي جعان سديت نفسي. فلازم تتعلم الاكل بقى وربنا يكرمها ووفقها. بتعملي ايه؟ ما خلي بالك ما فيش حد بيتقدم بين يوم وليله. احنا العصر ده خلص، اكيد بيبقى فيه كلام، بيبقى فيه بتحاول الواحد يفهم الانسان اللي قدامه، لما خصوصا فرقه الطايره السنه دي حققت بطوله افريقيا وماشيه مع كابتن محمد بشكل محترم جدا. كان بياخد بطوله بقى وكان غايب مثلا ومسافر، كنت بتقولي له ايه؟ دخلينا بقى في التفاصيل. لا هو احنا تعرفنا على بعض يعني كويس، قعدنا حبه بنتكلم فعرفنا شخصيه بعض وكده. وبصراحه حضرت معاه البطوله بتاعت افريقيا دي، وكنا على طول بنتكلم وكده. بس لما كسب البطوله؟ لما كسب البطوله اكيد باركت له. طيب بيبقى مثلا بيبقى عندك احيانا تدريبات وهو بقى عنده تدريبات في نفس الوقت؟ ساعات بتصادف كده صح؟ انتوا بتتمرنوا في الملعب الفرعي اللي جنبه؟ صح. طيب ما كنتش بتسيب التمرين كده و... لا كابتن حمدي ما باي باي. لا تجيلي بعد التمرين، نقعد في سبكترا فوق بعد التمرين. قبل التمرين مثلا لو جاي بدري كلمني انزل لها اقعد معاها قبل التمرين وبعد كده اروح تمرين. يعني انا دايما في قبل التمرين بروح قبلها بساعتين، ساعتين ونص ساعه. دي مش في اي نادي تاني بصراحه، بنقعد مع بعضينا اللي عايز يعمل علاج طبيعي ولا حاجه. وبعد التمرين برضو بنقعد، اللي عايز يقعد شويه بنقعد لنا اوضه مخصصه بنقعد فيها. فبنيجي بدري يعني النادي قوي يعني، العيشه بتاعتنا في كلها في النادي الاهلي، ما بنروحش اي حته غير في النادي. دي حقيقه فعلا. لازم وانت ما انا قلت المربع ده اول ما اي حد داخل لازم تلاقي كله عارف بعض، كله عارف بعض، كله عارف بعض. وهو ده اللي مختلف عن اي نادي فعلا في مصر كلها بل في العالم كله، لان النادي الاهلي الكل ايد واحده. أيوة. ساعتها كل واحد بيروح تدريبه في الملعب، لكن بتلاقي اسره السله، اسره الطايره، اعتقد كمان تنس الطاوله في المربع ده. صح؟ لا كلها في المربع ده كلها متواجده. طيب خلي بالك عشان اللي جاي ده مهم جدا، انا عايزك تقولي الو، ولو ما عرفتيش هخلي بالك هيبقى الدنيا حبوس جامد قوي. قولي الو بصوت عالي. انا علي صوتك. مساء الخير. دي مامة محمد. نجحت في الاختبار معانا على الهاتف والدة نجمنا نجم كرة الطائرة كابتن محمد عادل. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير يا كابتن شادي. مساء النور. اهلا وسهلا بيك، منور. منور بوجود حضرتك معانا يا فندم. حضرتك طيب. وانت طيبة يا فندم. ايه رأيك في الاثنين الحلوين اللي معايا؟ منورين ما شاء الله، الله اكبر. انت قاعده متابعانا؟ ربنا يسعدهم يا رب، يسعدهم ويهنيهم. يا رب. منورين، ربنا يسعدهم ويهنيهم يا رب. عايز اسال حضرتك، انت متابعانا بتتفرجي علينا؟ طبعا. انا من اول الحلقه، من قبل الحلقه من يا كابتن شادي. طيب اللي حكاه محمد من شويه دي الحقيقه ولا بيكذب عليك؟ لا كلامه صح، لا كلامه صح. قلب الام. انا عايز اكلمك بقى عن مايا عشان هي مكسوفه معانا النهارده. اول ما شفتيها قلتي لمحمد ايه وانتم مروحين؟ لا مايا بسم الله ما شاء الله، ربنا يسعدهم ويقوموا على الاهل، ناس محترمين وناس كويسين ومقابلتهم، وبعدين هي كويسه وربنا يسعدهم يا رب. يا رب. محمد وصيتي محمد عليها ولا لا؟ ده محمد
حنين، حنية محمد ما شاء الله على محمد. ربنا يخليك يا ام خالد حبيبتي. انا لسه عايز اقول لك، لسه بيقول لي اهم حاجه عندي دعاء اسرتي وامي دي بالدنيا وما فيها يعني. طبعا طبعا، ما هو البني ادم ما بيمشيش الا بدعاء الام والاب طبعا. طيب انت عارفه بقى، مش عارف في مثل بيقول لك معدته مش عارف ايه قلب الراجل. لا انا امي دايما إيه؟ امي دايما لما بقعد بره وانا في النادي الاهلي تكلمني اكلت، اقول لها اكلت اكل الشارع وكلمة الاكل، طب انا جاي اطبخ لك اجي اقعد معاك وكده. طب مش عارف، طب تعالى. حتى لما اروح بالليل لو تمرين مثلا ساعات بنتمرن الساعه 10 نخلص الساعه 12، وقبل ما اغير واخد عربيتي وارجع على اسكندريه بكون الساعه 1 2، الاقيها صاحيه تطبخ لي عشان اكل اجي انام واكل. الام يا محمد والله بجد يعني ربنا يخليها يا رب. طيب دلوقتي مايا كانت بتقول لنا من شويه اللي هي هتتعلم ان شاء الله، انت لازم تعلميها بقى الاكل الاسكندراني بتاعنا. طبعا امال ده بنت حبيبتي دي حبيبتي. الله يخليك يا ماما، ربنا يسعدهم يا رب، ربنا يسعدهم. هتقولي لهم ايه؟ هتقولي لهم ايه وانت معانا على الهواء؟ اقول لهم ربنا يسعدكم ويوفقكم يا رب، ويوفقكم يا رب في الاهلي يا رب، ويجيبوا بطولات للنادي الاهلي يا رب ان شاء الله. كان معانا على الهاتف والده نجمنا محمد عادل. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. اقول لك على حاجه من غير من صوتها كده، مامتك ست طيبه جدا حنينه بتحبك وباين من صوتها الفرحه يعني. لا مامتي يعني بتحبني جدا يعني، انا يعني هي مدلعاني قوي على فكره، لكن رغم انها تقول بتدلعاني قوي على طول بتكلمني يعني، وانا يعني على طول بكلمها يعني، هي كل حاجه في حياتي والله بجد، مش كلام وخلاص. هي والدي ابويا يعني هم كل حاجه في حياتي. انا كان في قبل كده كنا مسافر البرازيل، مسافر الاولمبيات، كان المفروض عندي تمرين بالليل، فدخلت على والدي، مش هنسى اليوم ده، لقيته تعبان. انا والدي بيشرب سجاير، فدخلت تعبان لقيته بيقول فاستغربت، ده اول مره اشوفه كده. رحت وعارف ان انا مسافر، فبقول له مالك؟ هو بيقول لي انا مفيش حاجه، انا كويس ومش عارف ايه. راح قال لي خد بعضك وسافر وكده. فلما عرفت انه تعبان بسال امي، قالت لي باباك تعبان، بس هو من النوع اللي ما بيحبش يقول لحد انه تعبان. يعني ما بيحبش يتعب حد، ما بيحبش يقول لحد انه تعبان. فانا ما سافرتش اليوم ده، وخدته ووديته المستشفى وطمنت عليه، والحمد لله كان عنده كرشه نفس، والحمد لله بقى كويس الحمد لله، وربنا يديله الصحه يا رب. هم يا رب ربنا يا رب يا محمد يخليهم يا رب ان شاء الله. وهرجع اقول لك صدقني عن خبره كبيره جدا، اهم حاجه في الدنيا رضا الام والاب، وده بالدنيا وما فيها زي ما انا قلت. وكمان خلي بالك ربنا بيرزقك عشانهم طبعا. فالواضح كمان انت بار باهلك، ودي حاجه بتبقى محترمه كده. عشان كده ان شاء الله عليك بتحقق بطولات ان شاء الله سواء مع النادي الاهلي او منتخب مصر يا رب ان شاء الله. مايا عايز اكلمك عن زميلاتك، مين اقرب الناس ليكي في فرقه كره الطايره؟ في الفيرست تيم يعني مريم متولي. مين؟ مريم متولي، اعرفها من واحنا عندنا ست سنين خمس سنين حاجه كده يعني. بس من واحنا صغيرين يعني مع بعض، وبدانا نلعب باري مع بعض، وكنا مع بعض في نفس الفرقه لحد السنه دي. قلت لها بقى ان محمد عايز يتقدم لي وكده؟ ايه اكيد هي قريبه منك، قلت لها؟ قلت لها. طيب اما المره دي محمد هو اللي هيقول الو. اتفضل يا محمد. الو. الو الو كابتن ممدوح. الو السلام عليكم. السلام وبركاته. كابتن ممدوح والد نجمتنا مايا، برحب بحضرتك يا فندم، وسعيد جدا لحضرتك معانا. اهلا بيك يا كابتن شادي يا نجم مصر والنادي الاهلي، وطبعا انا عايز اقول لك انت منورنا. الله يكرمك. ومستضيف نجم من نجوم منتخب مصر لكره الطايره. انا برحب بيه، وكان شرف ليا ان انا احط ايدي في ايده واديله بنتي يعني. خليني اقول لك، هندخل بقى في الجد على طول. سالته وقلت له استاذ ممدوح، ما بيقول لي اتعامل معايا باحترام، والكابتن ممدوح اتعامل معايا بشكل كويس جدا، ومشيت مرتاح. هو حكى كده من شويه، اللي انا عايز اعرفه من حضرتك، انا سالته بقى، ما سالكش بقى الشقه فين ومكانها فين وهتاخد بنتي، لازم شقه تبقى محترمه، ما قلتلهوش كده ليه؟ والله يا كابتن شادي انا اعتبرت محمد ابني فعلا، هيبقى ابني الكبير، واخد بال حضرتك. وطبعا كون ان انا بديله اعز حاجه عندي وهي مايا، لان بحبها جدا، وهي مجتهده ونجمه في لعبتها وفي دراستها، تملي متفوقه وملتزمه. فكانت بالنسبه لي ان انا اديها لنجم من نجوم الكره الطايره، فكان شرف ليا.
كابتن ممدوح كنت بتكلم من شويه اكيد حضرتك عارف سله طايره يد يبقى فيهم احنا بنتكلم لما جيت اعمل حصر للموضوع لقيت اكتر من 33 زوج وزوجه وده عدد كبير جدا ده يدل داخل النادي الاهلي على الترابط واللي كلهم ايد واحده والكل وهم عايشين اسره واحده كلهم وكل واحد بيهتم باللعبه الثانيه. والله يا كابتن شادي انا عاطرت طبعا زوجات كتير وكان اهمهم ميرال رؤوف ويسرى عبد الكريم وساره طلعت ونوران المغاوي يعني في كلهم اغلبيتهم صح متجوزين هاند بول طايره باسكت طايره احمد صلاح نجم النادي الاهلي واخبارك متجوز مي نجمه النادي الاهلي برضه ف الحمد لله ربنا بيوفق وبتبقى يعني زوجات صعدة مع طبعا مقدرين التدريب ونجوميه اللعيبه اللي بيتجوزوهم وبيساعدوهم على التقدم وتحقيق الانجازات للنادي الاهلي فيهمنا كمان يبقى مايا ومحمد يبقى اخر حاجه واخد بالك احدث حاجه عندهم فيقدموا لنا بطولات كتيره وان شاء الله يبقى ليهم مستقبل كبير وربنا يسعدهم مع بعض ان شاء الله. في الكواليس كده نصحت مايا قلت لها ايه ونصحت محمد قلت له ايه؟ ما قلت لمحمد يركز في مستقبله لانه لسه عنده جيش وعنده لسه ينهي كليته. دي اهم خطوتين بالنسبه لي ان هو يخلصهم وفي نفس الوقت يركز في تمرينه عشان يلتزم وخبر حسك وهو انسان ملتزم والحمد لله ما بيشربش اي حاجه والحمد لله ملتزم بصحته ومحافظ على صحته فلا هو شخصيه راجل بكل المقاييس يمكن اخر حاجه من الرجوله اللي انا عصرتها وشفتها بعيني كان عندنا ماتش في نادي سموحه في اسكندريه وخبر حضرتك وجات الجماهير وخبر حياتك تشجع وخبر حياتك فحصل موقف لقيته طلع للجماهير وقال لهم شجعوا وخبر حياتك النادي الاهلي وفعلا الجماهير سمعت كلامه لان هو نجم في اسكندريه ونجم في مصر. فهو لا جدع جدا وراجل وفعلا يعتمد عليه. طيب انت اول ما حضرتك دخلت واتكلمت حسيته اتخطف شويه. لا والله كابتن محمد ابني يعني فعلا حقيقي بمعنى كلمه ابني يعني. كابتن لو جالك في يوم من الايام وانا ههدي النفوس وقال لك لا كفايه كده ميه هتعتزل هتقول له ايه؟ والله دي حاجه ترجع لهم بس انا نفسي طبعا هم متجوزين بعض على اساس ان هي بتكمل لعب وهو بيكمل لعب وهتبقى حياه بينهم كلها تفاهم ومشاركه وهم هيسندوا بعض ان هم يحققوا انجازات لحد ما ربنا يسلم ان شاء الله هم لحياتك ويجيبوا ولي العهد حضرتك فهو دي الحاجه اللي احنا هنوصل لها هيبقى استراحه بسيطه عايزه ترجع تلعب تاني عايزه تبطل فهي دي تستقبلهم وخبر حضرتك وربنا يكرمهم ويوفقهم ان شاء الله اكيد على الهوا تقدم لهم نصيحه تقول لهم ايه الاثنين هتقول لمايا ايه وهتقول لمحمد ايه؟ اقول لهم ركزوا في التمرين اهتموا بنفسكم حافظوا على صحتكم حاولوا يبقى في التفاهم اهم حاجه بين اي زوجين لان التفاهم لغه العقل لغه جميله ولغه الاحترام وخبر حضرتك لو هم قدروا يوصلوا النقطه دي هيعيشوا اسعد يعني. كابتن ممدوح انا اتشرفت بوجود حضرتك معانا وان شاء الله الاثنين يبقوا سعداء ودي حاجه اكيد هتفرح حضرتك وتفرحنا احنا كمان انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كلامه مهم جدا وكلامه محترم ومحمد خليني اقول لك على حاجه الواضح كمان مهم جدا انت عامل مع حد يكون بيحبك جدا واضح ان هو بيحبك. انا كابتن ممدوح اول ما اتكلمت معاه كلامه ريحني بصراحه يعني قال لي ما تشيلش في اي هم في اي حاجه ركز في مستقبلك ولا كلمني في شقه ولا كلمني في شبكه ولا كلمني في مؤخر ولا كلمني في حاجه دي بيشتري الراجل انا بشتري الراجل انا بديك بنتي بديك حته مني دي اهم حاجه تحافظ عليها وتخلي بالك منها ومش عارف ايه وكده يعني ف بصراحه قلبي اتفتح للكابتن ممدوح كان بصراحه انا كنت عارف كابتن ممدوح طبعا بس اول مره كنت اتعامل معاه فقلبي اتفتح له بصراحه بيحصل لي اي مشكله ولا اي حاجه بتكلم معاه ولا في اي حاجه بتكلم معاه كاب في مجال الكره الطايره معايا برضه. مايا هكلمك في اللي قاله الكابتن ممدوح طول الوقت سيدات النادي الاهلي في كره الطايره بيحققوا لنا انجازات
وبيلعبوا، خصوصا في مباراه مره شفتها، انا مش هكلمك في بطولات افريقيا الناس كلها عارفه، في مباراه كانوا بيلعبوا بطل الجزائر وكانت مباراه صعبه جدا في 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 القاهره هنا اعتقد، وكانت مباراه صعبه جدا وعملوا واحده من اروع المباريات. حلمك ايه مع فريق كره الطائره في وجود الكابتن حمدي الصافي؟ حلمي طبعا ان انا اكون عمود من عواميد الفرقه، وان انا احقق بطولات كتيره مع كابتن حمدي ان شاء الله. يعني السنه دي في بطوله عربيه وفي بطوله افريقيه والدوري والكاس. حلمي اكيد ان احنا ناخد الاربع بطولات، يعني ده السنه دي ان شاء الله يبقى يعني انجاز كبير. جماهير الاهلي في الصاله طعم تاني. مفتقدين الصراحة. جماهير النادي الاهلي؟ الصراحه ليهم تاثير كبير قوي في اللعب. تقول لهم ايه؟ الحياه بدون جمهور ملهاش معنى بصراحه. حتى على الصاله كمان التشجيع في الصاله من جمهور الاهلي تشجيع مختلف. يعني احنا ما بنتكلمش كوره دلوقتي، لكن في الصاله جمهور النادي الاهلي شفناه بشكل رائع، تشجيع. مفتقد الجمهور في البطولات كده هيفرق معاكم؟ طبعا بيفرق في الروح، بيدونا روح عاليه جدا. صح. وبيدونا بوزيتيف انرجي كده، يعني لا بيفرقوا بصراحه. محمد، مفتقد جمهور النادي الاهلي وانتوا بتحققوا بطولات وفرقه الطايره واخده بطوله افريقيا السنه اللي فاتت وعاملين تيم محترم؟ والله يعني انا بقالي سنه في النادي الاهلي، دي السنه الثانيه ليا معاهم، يعني ما حضرتش ولا معاهم ولا ماتش بجمهور، بس بصراحه لما اجي النادي الاهلي جمهور الاهلي كله يعني بلا مبالغه كل الدنيا بتكلمني ان انا نادي الاهلي يا كابتن مش عارف ايه، كله يعني بيدعموني واقفين جنبي، حتى في العاب الصالات بيتكلموا عليا كلام كويس، كل الدنيا بيتكلموا، حتى واحنا في افريقيا يعني الناس يعني نفسهم يفرحوا بجد. انا نفسي طبعا اشوفهم في الصاله، نفسي يجوا يشجعوني يشجعونا، نفسي يرجعوا للصاله تاني، وان شاء الله احنا غالبا يعني بنسبه 90% البطوله الافريقيه قدمنا طلب عليها اللي احنا نصرفها عندها في الصاله ان شاء الله نحققها، ونحقق الاربع بطولات ولا ثلاث بطولات احنا نشارك فيهم ان شاء الله يا رب. محمد، وانت بتكلمني جالي احساس لازم اقوله على الهواء، انت بتقول لي بقالك سنه في النادي الاهلي، انا حاسك من ولاد النادي، حاسس الروح دي موجوده، بكلمك بصراحه. انا والله يا كابتن شادي ايام حضرتك ما كنت في الاهلي وانا صغير، انا كنت باجي اشجعكم، كنت تلعبوا في حرس الحدود، تيجي تلعبوا حرس الحدود، حرس الحدود جنب البيت عندي، فكنت اجي اشجعكم، وانا من صغري اهلاوي، يعني بصراحه انا كنت يعني وانا صغير كنت اتمنى ان اخش النادي الاهلي، يعني الحمد لله ربنا حقق لي امنيتي ودخلت النادي الاهلي ولعبت في النادي الاهلي، فالحمد لله ده حاجه كبيره. لو اتعرض عليك فلوس في اي فريق في كره الطائره باعلى من النادي الاهلي هتعمل ايه؟ والله والله حضرتك على حاجه، انا الكلام مسجل وتحسب ويوتيوب ما بيرحمش. انا حتى الكابتن محمد مسرح عارف الكلام ده، انا لما الاهلي انا وانا في سموحه اتعرض عليا اهلي وجيش وزمالك، اعلى مبلغ جالي كان نادي الزمالك. والله رحت جيت في النادي الاهلي يعني ما فكرتش في فلوس، كابتن محمد مصالح قعدت معاه، جالي مبلغ كويس جدا في نادي الزمالك، جيت النادي الاهلي ما كلمش معاه في فلوس، جيت مضيت، وكابتن محمد مصالح اللي قال لي عليه عملته وبس، فما فكرتش في فلوس في ساعتها، فكرت ان انا اخش النادي الاهلي والبس تيشيرت النادي الاهلي. مايا، جالك اي عرض في اي حته تسيبي النادي الاهلي؟ جالي بصراحه بس لا، يعني جالي السنه دي عشان السنه دي انا اول سنه فيرست تيم، بس لا يعني ما فكرش ان اسيب الاهلي قبل. اتعلمتي ايه جوه النادي الاهلي؟ انت من ابناء النادي الاهلي، اتعلمتي ايه؟ العزيمه، وان احنا الخساره دي عندنا مش حاجه سهله خالص، وروح المكسب طبعا، وان احنا نفضل نلعب حتى واحنا خسرانين، لا ما بنستسلمش يعني خالص. في واحده زميلتك وصاحبتك جدا شافتكم على الهوا عايزه تدخل عشان تبارك لكم على الهوا، معانا الكابتن مريم متولي نجمه كره الطائره. مريم برحب بيكي. مريم، الو، انت على الهوا يا مريم، كنت فاتحه التلفزيون لو سمحتي وطي التلفزيون عشان تسمعيني واسمعك. ازيك يا كابتن؟ ازيك يا عامل؟ ازيك يا مريم، عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. هتقولي لهم انت داخله، انت عارفه احدث عرسان داخل النادي الاهلي وقصه حب اهلاويه، عشان كده دايما هنخلي الايام اللي جايه في الفقره دي موجوده. هتقولي لهم ايه على الهوا لمايا ومحمد؟ طبعا ببارك لهم، وانا منتظرهم جدا طبعا، مايا يعني سحبت عمري من احنا صغيرين،
فطبعا كل ما هي مبسوطه انا مبسوطه لها، ودي حاجه تفرحنا كلنا. ببارك لهم طبعا، واتمنى ان هم ربنا يعني يوفقهم ويبقوا مبسوطين يعني ان شاء الله طول حياتهم كده. ويعني مايا يعني صاحبتي. وهتقولي ايه لمحمد؟ ببارك له طبعا، انا يعني ما اعرفش شخصيا بس ببارك له طبعا، واقول له يعني خلي بالك منها، مايا دي صاحبه عمري يعني، اوعى تضايقها. بالله ما تضايقيش يا مريم، عينيا. يا مريم هنبارك لك امتى ان شاء الله؟ والله يا كابتن شادي يعني يا لهوي. يعني اعرف ها؟ انت بتهربي من السؤال ولا ايه؟ يعني شوف انت وانا معاك. لا انا ماليش دعوه. احنا عايزين نستضيفك عشان نقول الاحدث بقى بعد كده. مريم معانا ان شاء الله يا مريم، ربنا يوفقك. انا عارف ان انت انسانه طيبه وواحده من اللاعبات اللي دايما بتحصد الجوائز وبتحبي النادي الاهلي. انا بشكرك يا مريم، شكرا جزيلا. محمد قبل المداخله كنت عايز اقول لك حاجه برده مهمه جدا بالنسبه لي. انت كنت في يوم من الايام احترمتك على الموضوع ده جدا ولازم اقوله على هو، وانت ممكن ما تبقاش فاكر. فاكر لما خدت بطوله افريقيا وجيت من بره؟ اه فاكر. فاكر الموضوع ده؟ فاكر. اه طبعا. احكي للساده المشاهدين، وانا احترمت فيك ده. انتوا كنتوا في معسكر وكان المفروض هنحتفل هنا مع بعض، وانت كلمتني عرفت ان انا عاوزك فعلا، وعشان خاطر اسرته قال لي انا لازم اسافر عشان بعيد عن اسرتي، وكانوا بيدعوا لي، فانا هسافر واي وقت عاوزني معاك. وسبحان الله بتيجي النهارده وانت بنحتفل بخطوبتك او بقصه الحب الاهلاويه اللي موجوده. فاكر؟ اه فاكر طبعا. حضرتك كلمت انا حضرتك، كنا الفرقه كلها جت، الثلاث لعيبه احمد قطب واحمد سعيد واحمد حمد ما اعتقد، والكابتن محمد مسلحي، كان معمول لهم حفله في نفس اليوم. بس انا ساعتها كنت راجع اسكندريه، كان بقالي كتير قوي ما شفتش اهلي، فكان لازم ارجع لاهلي بصراحه، ويعني وما كلمهمش، كان في عندهم مشكله في النت، فكانوا وحشيني جدا، فكنت لازم ارجع لهم. حتى كلمت حضرتك وقلت لحضرتك ان انا ليا يوم تاني معاك ان شاء الله، والحمد لله اليوم جه اهو. الوقت جري معاكم جدا. مايا مش هوصيك على محمد، ما تزعلوش، وببارك لكم، والف الف مبروك يا مايا، وشرفتيني نورتيني. ربنا يخلي حضرتك. شكرا. كمان محمد الف الف مبروك، هوصيك عليها برضه، ما تزعلهاش في اي حاجه. ولو عملت اي حاجه الكابتن انا موجود، وكابتن ممدوح بقى. الله يبارك في حضرتك يا كابتن شادي. انا سعيد والله انا طلعت مع حضرتك، احنا اسكندرانيه زي بعض، ربنا يخليك، وان شاء الله يبقى في ما بيننا مقابلات كتير ان شاء الله. ان شاء الله. انا اتشرفت بيكم، اتمنى لكم حياه سعيده ان شاء الله. ان شاء الله. بس بعيد عن الحياه السعيده، مطالبين طول الوقت ما دام لابسين تيشيرت النادي الاهلي او فانيله النادي الاهلي، مطالبين بالبطولات ان شاء الله، كل البطولات اللي بتشاركوا فيها عشان تفرحوا جماهيركم ان شاء الله. شرفتوني ونورتيني. ربنا يخليك. النهارده كان معانا محمد ومايا، قصه حب اهلاويه. اتمنى تبقى الفقره خفيفه لكل حضراتكم، وان شاء الله هنكررها مره ثانيه، وهختم اكيد زي كل يوم المجد، كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير.